أكثر من 9 مليار شخص بالغ بيعانوا من زيادة في الوزن و600 مليون بيعانوا من السمنة في مختلف أنحاء العالم. منظمة الصحة العالمية مش بس بتعتبر السمنة مرض ومسؤول عن أمراض أخرى زي أمراض القلب والأزمة القلبية والسكر، لكنها أيضاً أدرجت السمنة كوباء عالمي وعامل رئيسي في حدوث الوفيات في السنين الأخيرة. الخطر بيهاجم كمان الأطفال، خصوصاً مع ترك أطفالنا فريسة للوجبات السريعة. دراسة حديثة أجرتها منظمة راند الأمريكية غير الربحية كشفت أن الأطفال بيتناولوا حوالي 150% سعر حراري إضافي في الوجبة الواحدة، وده بيعرضهم لخطر السمنة المفرطة في سن مبكر. ومشاكل صحية كتيرة مترتبة على السمنة المفرطة خطرها بيتضاعف مع الإصابة بيها في سن مبكر. أهلا بكم. ليه أنا ببقى حريص أنه أصدقائي أو حتى اللي مش أصدقائي، الأشخاص اللي أنا بحبهم أو حتى اللي أنا ما عرفهمش بيعانوا من سمنة مفرطة؟ بكون قلقان عليهم. مش أنا بس اللي ببقى قلقان عليهم، كل القطاع الطبي بمختلف تخصصاته بيبقى قلقان عليهم. مش القطاع الطبي بس، أي حد عنده قدر من الثقافة والإدراك لخطورة السمنة بيبقى قلقان عليهم. وده في 2021 يعني كل الناس قلقان عليهم، كل الناس بلا استثناء. وأعتقد إن إحنا لعبنا دور كبير في إن إحنا نقوي ذهن الناس وثقافتهم حول السمنة، لأنه المشهد اللي هنشوفه دلوقتي ده مشهد مخيف جدا يا جماعة. كلها للقطة، للحظة اللي بدأ يدخل فيها العناية المركزة ويجروه على منظر مرعب. إنسان يجيله هارت أتاك، يجيله ضرب، للأسف في مطاعم مسمية نفسها هارت أتاك، ده ضرب يعني عرض الحائط بكل النصائح الطبية. مطعم يسمي نفسه كده، ده في العالم وفي مصر كارثة. أنا شايفها كارثة، غلط تماما. واللقطة بقى بتاعت إن الإنسان يبقى جاي هارت أتاك أو جاي له أزمة قلبية ونام على الشيزلونج وبيجروا بيه في الممر بتاع المستشفى عشان يلحقوا يعملوا له الإسعافات، إذا كانوا هيدلوا مذيبات جلطة أو هيعملوا له أي شيء للذبحة الصدرية وهي ذبحة صدرية، ده شريط حياته كله بيمر قدامه. النهاردة هنفهم هذا الكلام بالتفصيل مع ضيفي العزيز. عنواننا: لماذا نخاف على مريض السمنة المفرطة بهذه الدرجة وإيه الحلول؟ النهاردة لقاء ممتع كالعادة مع قيمة علمية كبيرة واسم كبير بنفتخر بوجوده معنا في الدكتور. بنسعد جدا بحواره العلمي، بسعد جدا بكل الأطروحات العلمية، وأكيد هبقى متشوق أن أنا أفهم المنشط النهاردة مع القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم. هل يحق للمريض أن يتأكد ويسأل؟ أنت دخلت في الكواليس. السؤال هو استفزني من العيانين. وأنت اللي بتعمل عملية؟ آه طبعا أنا اللي بعمل عملية. هي مسؤولية قصاد ربنا، ما ينفعش أن أنا أقول أن أنا هعمل العملية وبعد كده أسيبها للمساعدين يعملوا العملية. أنت جاي الجراح وقررت أن أنت تعمل عملية، إيه اللي خلى الفكرة تيجي في دماغك أن حد تاني اللي هيعملها؟ فأنا ببقى مستغرب، هو في حد تاني بيعمل كده؟ إيد واحدة هي اللي بتقص، إيد واحدة هي اللي بتحسب الحسابات في تحويل المسار، إيد واحدة هي اللي بتفتح، إيد واحدة هي اللي بتقفل الجروح. وبالتالي يبقى تقييم نزول في الوزن بعد كده أقدر أقيمه لأن أنا ثبتت خلاص عمل الجراح. العملية دي مراحل، عاملة زي أبواب كتيرة ورا بعض. تمام. إيه المراحل؟ تحضير ما قبل العملية عن طريق الفحوصات وهل العيان يصلح أن يعمل عملية أو ما يصلحش. بعد كده المراحل جوه أوضة العمليات نفسها. كل خطوة عدم الثقة له تبعات وخيمة. لغاية لما العيان يخرج بسلام كل نقطة لازم تتعمل بمنتهى الحذر. الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم أستاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير كلية طب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة
IFSO. حاولت كتير ادور في الكتب عن الجراحات الجديدة اللي نازلة في السوق. كل جراحات السمنة يا إما تكميم يا إما تحويل مسار. انت هتعمل تكميم وتحويل مع بعض، الاثنين في واحد. بدأت ناس تقول لا، ممكن نعمل تحويل مسار من غير ما يبقى فيه فيتامينز فور لايف، ان احنا نعمل تكميم معدة وفي نفس الوقت نعمل توصيلة للأمعاء بالمعدة اللي هي معروفة باسم ساسي. العملية دي في نطاق التجربة ولم يعترف بيها لا في أمريكا ولا في أوروبا. صحتنا مش تجربة ولا مجال للتجارب. الساسي عملية تجريبية هنعملها لما يعترف بيها دوليا. العمليات المعترف بيها دوليا تكميم المعدة، تحويل المسار الكلاسيكي، تحويل المسار المصغر. ونوقف على كده. نفس الجملة؟ المانشيت مع دكتور وليد إبراهيم. ضيف العزيز المبدع دائما في منشطاته. منشط تعبير صحفي، احنا خدناه خلاص، سرقناه من الصحافة. استاذ الدكتور وليد ابراهيم، استاذ واستشاري جراحات السمنه والمناظير، استاذ جراحات السمنه المفرطه بكليه الطب جامعه عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنه الاي اف اس او، وطبعا احد سوبر ستار هذا المجال في الوطن العربي. اهلا بك يا دكتور. اهلا دكتور ايمن. سؤالين ورا بعض، براحتك خالص تجاوب اي سؤال. الاول ساسي الاول، هو ده السؤال الاول بلا مضمون للسؤال، لان انا عايز افهم ايه هي ساسي في الـ في الـ في, الـ في الاساس، وقصتها ايه بالظبط؟ منشط ليه؟ لماذا اخترت المنشط النهارده نتكلم على ساسي؟ والسؤال الثاني، لماذا نخاف على مريض السمنه المفرطه بهذه الدرجه؟ نحن معشر الطب كله. نقي اللي انت عايز تجاوبه الاول. طبعا هنبدا بالسؤال الثاني. اوكي. اللي هو مخاطر السمنه على على اي شخص بيعاني من السمنه، اللي هي المخاطر العامه. واعتقد ان احنا يعني احنا والبرنامج وفي برامج تانية اتكلمت كتير قوي على مخاطر السمنه. لو قلنا مخاطر السمنه من الناحيه المرضيه ومن الناحيه النفسيه عشان نبسط على المشاهد. من الناحيه المرضيه ان ليها تاثير على كل اعضاء الجسم. اي خليه اكتر من اعضاء الجسم، لا هنقول كل خليه من خلايا جسمنا بتعاني نتيجه لزياده الوزن. القلب، جهاز التنفسي، الفقرات، العضلات، الجهاز النفسي اللي هو لو قلنا الناحيه النفسيه، فهي تاثيراتها عديده وكتيره. ومن 10 سنين احنا كنا بنتكلم على التوعيه عن السمنه، وكنا بنتكلم كبرانش بنقدمه للمشاهد المصري والمشاهد العربي ان تخصص جديد اللي هو اسمه جراحات السمنه، وكنا لسه بنبدا بنزود وعي المشاهد عن الجراحات اللي هي كانت تكميم معده او تحويل مسار كلاسيكي. واعتقد ان بعد الفتره الطويله دي ان بقى في نسبه كبيره قوي من المشاهدين عارفين يعني ايه مخاطر سمنه، تأثيرها على القلب بالأعراض الجانبية وتأثيرها على كل أعضاء الجسم، وبقوا عندهم وعي كبير بعمليات تكميم المعدة وتحويل المسار. فده السؤال الثاني مختصر، الوعي زاد قوي في القصص دي. هو السؤال الأول بقى ده اللي ممكن اللي يبقى فيه كلام محفز للحديث، ألا وهو الساسي. هي فكرة منشط طلعت وانا بدأنا نعمل قصة منشط، ان احنا ناخد عنوان من الاسئلة اللي بتدور في العيادات، اللي دايما بتدور في ذهن المشاهد. لما يبقى فيه تخصص جديد اتعمل له توعية على مدار 10 سنين عشان الناس تعرف يعني ايه تكميم ويعني ايه تحويل وايه التأثيرات الايجابية نتيجة للعملية دي، فالموضوع انتشر بصوره كبيره جدا على مستوى مصر والوطن العربي. هو منتشر على مستوى العالم، انما احنا بنتكلم في اللوكال اريا بتاعتنا اللي هي الشرق الاوسط وبالذات مصر وبالذات الوطن العربي والخليج. انتشر جدا، انتشرت ثقافه تكميم المعده وتحويل المسار، وبالتالي بقى في ناحيه تجاريه الى حد ما الاستغلال بعض التعبيرات وبعض الالفاظ للتسويق لمجرد جذب عقلية المشاهد.
بغض النظر عن الناحيه العلميه. فبقى في اسئله وبقى في تضارب كلام كتير جدا، فبدات تجي لنا فكره المنشط ان احنا نبدا نتكلم بصوره طبيه عن الـ عن الـ عن المعتقدات او الكلام اللي الموجود فيه مجال جراحات السن. كلمنا كذا حاجه قبل كده، وكان المنشط بتاع النهارده الساسي، لان بدا بصوره كبيره قوي الناس تسال عايزين نعمل ساسي، ما بيسالوش هي ايه الساسي، وهل الساسي دي عمليه او مش عمليه. ففكره الساسي هي عمليه بس معترف بيها ولا لا، هو ده الكلام. يعني احنا لو قسمنا جراحات السمنه اللي هو الكلام اللي كنا بنقوله من 10 سنين، كانت بتتقسم على اي اساس؟ ريستريكتيف ومال ابزوربتيف، اللي هو عمليه بتقلل حجم وعمليه تانية بتاثر على الامتصاص. بتاثر على الامتصاص وبتقلل حجم برضه. بس الغالب فيها ان هي بتاثر على امتصاص الاكل. بتقلل امتصاص الاكل وبالتالي بتبدا تقلل من الوزن. العمليات الريستريكتيف اللي هي بتقلل حجم المعده وبتصغرها ليها تاريخ، بدانا من زمان بتدبيس المعده، وده كان بيتعمل عن طريق جراحه، وبعد كده اتطور بقى تدبيس المعده، وده كان معترف بيه في الوقت ده، تدبيس المعده عن طريق المنظار. وبعد كده بقى في الحزام، وفي ناس سامعاني دلوقتي الحزام كان واخد انتشار عالي جدا، لانه كان بيبقى عباره عن حزام بيتلف حوالين المعده فبيصغر من الجزء اللي فوقيه، فبتبقى المعده برضو صغيره. كل الحاجات دي لحد ما في الريستريكتيف ما كانتش نتائجها مرضية على المدى البعيد، بس كانت معترف بيها، لغاية لما وصلنا لآخر حاجة في تصغير حجم المعدة أو الريستريكتيف، إن بقى في حاجة اسمها تكميم المعدة أو السليف جاستريكتومي، واللي عمل انتشار عالي جدا للجراحات دي إنها بقت تتعمل بالمنظار، فبقى مجرد 4 فتحات أو وصلت إنها تبقى 3 فتحات صغيرة قد عقلة الصباع، أو إن ممكن تتعمل عن طريق فتحة السرة اللي هو سنجل بورد لابروسكوبك سليف جاستريكتومي أو تكميم السري. فمجرد فتحة واحدة صغيرة بنصغر فيها من حجم المعدة بنوصل لنتائج هائلة في نزول الوزن. ده الجزء بتاع تصغير حجم المعدة ريستريكتيف. الجانب الثاني كان الامتصاص، اللي هو إن احنا نبدأ نقلل من امتصاص الأكل. وكان أشهر عملية تحويل المسار الكلاسيكي. وكان تحويل المسار الكلاسيكي في مشكلة كبيرة قوي، إن بيبقى فيه توصيلتين، فالعملية إلى حد ما في وقتها، الكلام ده من الخمسينات، تحويل المسار الكلاسيكي كانت إلى حد ما معقدة، وبعد كده الموضوع القصة اتطورت مع الاحترافية والبراكتس وكتر عدد الحالات، فتحويل المسار الكلاسيكي بقى أسهل، وبقى هو نقول العملية الذهبية للنزول في الوزن، بس مع مراعاة إن كل عملية عشان نوصل للنتيجة المثالية بتاعتها ليها بروتوكول في التعامل مع العملية فيما بعد العملية، اللي هو الستايل اوف لايف بتاع العيان. فتحويل المسار الكلاسيكي هي العملية الذهبية لتقليل الوزن، محدش يقدر ينكر، بس عايزة العيان اللي يتميز ويقدر يحافظ على البروتوكول، ألا وهي كل العالم بيقول جاست مع عملنا تحويل مسار أيا كان نوع كلاسيكي أو مصغر، فهو يحتاج إلى فيتامينز فور لايف، طول العمر. والكلام ده اتعملت عليه دراسات من الخمسينات لغاية دلوقتي، ومفيش فيه أي تغيير. أي عيان هيعمل تحويل مسار سواء كان مصغر أو كلاسيكي فهو يحتاج فيتامينز فور لايف، لأن ببساطة تحويل مسار يعني الأكل ما بيعديش على أول 2 متر سواء كان كلاسيكي أو مصغر. وأول 2 متر زي ما حضرتك عارف الديودينام بيحصل فيه امتصاص للفيتامينز. الفيتامينات اللي احنا بناخدها دي بناخدها منين؟ مش بناخدها من جسمنا، ده احنا بناخدها من الأكل اللي احنا بناكله. فبيبقى فيه امتصاص للحديد وامتصاص للكالسيوم وفيتامين ب المركب. فالثلاثة دول في ظل عمل عملية تحويل المسار بيحصل نقص في الفيتامينز في الأول من الأكل،
فالجسم بيبدأ ياخد من المخزون اللي موجود عنده لغاية لما يدبليت ويخلص كل المخزون، وبعد كده يبدأ يحصل نقص لو أنا ما عوضتش المخزون ده من الفيتامينات. وبالتالي مريض تحويل المسار محتاج ياخد 4 أقراص في اليوم، 1 ملتي فيتامين، حديد، كالسيوم، وفيتامين بي 12 أو فيتامين بي مركب، ياخدهم قد إيه في اللايف. ودي كانت المعاناة الأساسية، لأن مش كل العيانين يقدروا ياخدوا الفيتامينز دي. حتى في شركات عشان بتبدأ تشوف إيه المشاكل اللي ممكن تواجه المرضى في العمليات دي، فبيدمجوا بعض، بيدمجوا وبيعملوه في قرص واحد. وبرضو فضلت فيه مشكلة، لأن الناس ما عندهاش الثقافة إن هي تاخد أدوية طول العمر. أي عملية هتأثر على الامتصاص لازم بعدها فيتامين، دي حاجة طبية لا خلاف عليها. طب لو احنا فكرنا من الناحية، طبعا الدراسات اللي هي كل احترام، الدراسات اللي اتعملت، ودراسات دي بنسبة كبيرة قوي دراسات مصرية ودراسات من دولة شقيقة، الدكاترة المصريين اللي بنكن لهم كل احترام هم اللي عملوا العملية دي، واللي عامل العملية دي كان مصري وهو اللي عمل الأبحاث بتاعته، بس لغاية دلوقتي برضو بنأكد إن هي لم يعترف بيها دوليا كعملية من عمليات جراحة السمنة، وهي تحت نطاق التجربة. لو احنا تخيلنا في الساسي إن احنا في أوضة مقفولة، الأوضة دي ليها بابين، باب بيفتح كل ساعتين بطريقة منتظمة اللي هي البايلوراس في المعدة، وباب تاني مفتوح على طول. لما يحصل ان انا هبدأ اكل، شيء بديهي جدا، الاكل هيروح فين؟ على الباب المفتوح على طول. وبالتالي الباب اللي بيفتح كل ساعتين ده هو وبخته، هو وحظه، احنا بنتكلم من ناحية النظرية. فهي بنسبة 99%، لان احنا برضو ما عندناش دوكومنت، فيش دراسات حقيقية. المفروض لو في دراسات حقيقية احنا بناخد بولس صبغة ونبدأ نأكل العيان ونشوف الصبغة هتعدي في انهي طريق بنسبة ببرسنت قد ايه، وده يبقى على المدى القريب وعلى المدى البعيد، عشان عملية يعترف بيها دوليا في بوينتس لازم تبقى موجودة، وعدد من الحالات بنتائج وأبحاث ليها معايير معينة زي أي بحث علمي. لازم، وعشان نبقى برضو فير، إنه عملية تحويل المسار المصغر مثلاً اللي عملها أمريكاني رودليج قعدت فترة طويلة لغاية لما أقرت علمية دولية، تمام، لغاية دلوقتي الأمريك يعني أمريكا نفسها مش معترفين يعني في كده في اختلاف على العملية، وهم بيقولوا إن تحويل مسار المصغر مش بنفس كفاءة تحويل المسار الكلاسيكي. وده إلى حد ما الاعترافات دي بتاخد وقت طبعا. فاحنا ما نقدرش نقول لا ما فيش حاجة اسمها أساسي وإن الكلام ده كلام مش مظبوط، لا هو كلام موجود في نطاق التجربة، والمرضى لازم تبقى عارفة ان النتائج فيها متفاوتة، وان في ناس بتنزل بصورة كبيرة جدا، وفي ناس بتفشل معاها العملية بصورة برضو مش قليلة، وان هي الى حد ما بتشبه عملية تحويل المسار سواء كان كلاسيكي او المصغر، بس ما نقدرش نعملها. وفي نفس الوقت انا ما اقدرش اعمل عملية العيان واقول له ان هي عملية تجريبية واخد عليه اقرار انها تجريبيه، كلام برضه مش منطقي. ف احنا صراحه عمرنا ما عملنا لغايه دلوقتي ساسي، هنعملها، ممكن نعملها زي ما قلنا في المانشيت. المانشيت بيحكي دايما سؤال بيدور في خواطر الناس، هنعمل الساسي بس يبقى معترف بيها دوليا، ساعتها هنعملها عشان يبقى فيه بيز، عشان اقدر اقول للعيان انت هتخس قد كده، هيحصل قد كده، هتاخد فيتامينز بالطريقه الفلانيه بناء على ابحاث علميه اتعملت. انت شرحت الامر كما هو واقعه، خليني اقول لك وحييك ان هو ده الواقع بتاع هذه
الجدالية حول عملية واعدة بروميسنج لكنها ليست معترف بها حتى الآن، ومعنى غير معترف بها دوليا أو لم تقر كعملية معترف بها، ده مش معناها أن احنا بنقول أنها عملية سيئة، ولكن هذا هو واقع علمي. آه دي حقيقة. وشرحنا الواقع العلمي، وإحنا بنشرح الواقع العلمي ده لا نغفل الواقع الإنساني، وده يخليني أروح لحالة النهاردة. تعال سمعك حالة من حالاتك أحمد إبراهيم. أوكي. نشوف أحمد قال إيه. أنا اسمي أحمد إبراهيم، وزني كان 161. قعدت أدور على شغل حوالي 4 سنين بعد التخرج، وكان كله بيرفضني بسبب وزني، وعلشان كان جسمي مليان وكده. كنتش بقدر اتحرك، وكنتش بقدر اخد نفسي، وكنتش اعرف انام، كنت ما بعرفش امشي كتير، ما بقدرش اطلع وانزل كتير، وكنتش اعرف اخرج، ما كنتش اخرج مع زمايلي، ما بقتش اعرف امشي في الشارع، ما بحبش اروح لحد عشان وزني. ورحت للدكتور وليد، الحمد لله ارتحت معاه، وبعد ما عملت العمليه بقيت مرتاح اكتر من الاول، وزني قل كتير، واختي كانت بتشجعني كتير عشان اعملها، فبعد ما عملتها يعني الحمد لله بقيت احسن من الاول بكتير. احمد نموذج مهم او ناس كتير زيه. احمد قبل العمليه وزنه كان كام؟ كان تقريبا 160. صغير كان في السن. هو صغير في السن. حكى لك يعني مشاكله في الحياه كانت عامله ازاي؟ هو في ناحيه مهمه قوي واحنا بنتكلم مع المريض، اللي هي النواحي النفسيه. القصه دي مهمه لان لازم يبقى الاكسبكتيشن او انت توقعي. انت متوقع العيان عايز ايه، عشان ما يبقاش عنده برضو وهم. يعني 205 كيلو مثلا او 220 كيلو، لازم يبقى فاهم السيكونس اللي هينزل بيه وممكن التوابع بتاعته ووزنه هيوصل لكام. ما هو في برضو حدود في العمليات، خاصة لما يبقى الطول قصير. لما يبقى الطول قصير فقصة النزول في الوزن بتبقى صعبة قوي، ممكن تاخد يعني احنا لغاية سنة ونص، ممكن تاخد سنتين كمان. بيبقى تدريجين وما بيحسش بحاجة، وبيحصل نزول في الوزن التدريجي. فمعرفة فكر العيان ده مهم قوي، اللي هو انت بتشتكي من ايه، ومتوقع تبقى ايه، وايه اللي خلاك تيجي. يمكن ده سؤال موجود انا على طول بطرحه لاي مريض بيقعد قصادي. انت جيت ليه؟ انت جاي عادة جراح، وبالتالي انت بتدور على عملية، فانت اكيد بدون شك انت بدأت تدور على حاجات تانية قبل العملية. فلازم ابقى عارف الحاجات دي ايه، وهو عملها ازاي، وجابت معاه نتائج ايه، عشان لما يبدأ يحصل نزول في الوزن يبدأ هو نفسه يحس إن في نتيجة. يعني مهما أنا قلت للعيان أنت هيحصل لك كذا وكذا 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 وكذا، والموضوع يبقى روتيني، غير لما هو يحكي يقول والله ده أنا عندي الضغط وضغطي عالي، فأنا بعاني، فأنا باخد أدوية، وعندي وزني كبير، فما بقدرش أطلع السلالم، وعندي وزن كبير، فبقيت اطلع دلوقتي دور واحد، بقيت انهج. فيبدا هو يرص حالته الصحيه بنفسه. فبعد العمليه في المتابعه لما يبدا ينزل في الوزن، هو هيبقى فاكر ايه اللي حصل، وهو اتكلم ازاي. هو مش مجرد ان هو جاي يعمل عمليه لمجرد انه ينزل في الوزن، هو لازم يبقى عارف زي المواجهه مع النفس، ده أنا بعملها عشان أنا عندي 1 و2 و3 و4. الكلام ده من الناحية النفسية مندمج مع الناحية الطبية، والحاجات دي كلها بتتسجل عشان يحس أما يبدأ ينزل في الوزن بنتيجة العملية. لأن في جزء مهم قوي، في ناس كتير بتعمل العمليات، طبعا احنا شفنا حاجات، يعني عدد من الحالات كتيرة جدا الحمد لله ساعة لما اشتغلنا لغاية دلوقتي. في ناس بتبقى متخيلة ان هي انا هعمل تحويل مسار، فبسأله طب ليه؟ عشان اكل كل حاجة، عشان اعيش براحتي،
وده مفهوم غلط. ده فاهم غلط خالص. ما ده لازم يعرف. انا هعمل تكميم معده ليه؟ عشان ما اخدش فيتامينز. طب انت فاهم تكميم المعده احنا هنعمل ايه؟ اجمل تعبير سمعته من مريض عمل العمليه وانا قاعد جنبه، كنا معزومين، شاب صغير، فكان حاجه بسيطه يعني، قال اكل تقريبا نفس اللي انا اكلته، اقل منه شويه يعني، فهو كان بياكل قبل كده جامد. فقال لي جمله مهمه جدا، قال لي انا مبسوط كده، انا مش فارق خلاص، انا ده مكفيني خلاص، انا مبسوط. لان هو حس بنتيجه مختلفه في حياته. هو حس ان حياته اتغيرت، هو كان عايش بطريقه مختلفه عن قبل العمليه عن بعد العمليه. اكتر واحد بيحس بنتائج العمليه اللي بيبقى فعلا عنده معاناه كبيره قبل العمليه، اللي بيبقى وزنه مضايقه، سواء كان من الناحيه الطبيه او من الناحيه النفسيه. وده اللي لما بيخس بيبقى ماسك الفرصه بايده وبيحافظ عليها. زي ما احنا قلنا في اول الحلقه ان كل عمليه وليها بروتوكول في التعامل مع العمليه. يعني انا ببسط للناس قصه التكميم، ان احنا بنشيل اكبر جزء ممكن من المعده، وبنسيب اقل جزء ممكن يقوم بوظيفه المعده، الا وهي تبقى ريزرفوار، او ان هي تاخد كميه اكل صغيره جدا عشان يتشد على الجدار بتاع المعده فيحس بالشبع. فلازم يبقى فاهم ان احنا معدتك حولناها لمعده بيبي، وان انت لازم تتعامل معاها على انها معده بيبي طفل، ان انت ما ينفعش تستخدم معاها مسكنات وادويه عماله على بطال، لازم يبقى بارشادات طبيب، ان انت لازم تنظم اكلك، ما ينفعش ان انت تفضل تبقى قاعد طول النهار وانت عامل تكميم معده وتيجي الساعه 8 بالليل تروح عايز تاكل وحاسس بالجوع فتاكل، فغالبا هيحصل لك التهابات وغالبا ممكن ترجع. ان معدتك دي معده صغيره ومعده حساسه، الكلام ده لازم يبقى المريض عارفه. ممكن يكون في الى حد ما نوع من انواع الريستريكشن، او في نوع من انواع الالتزام، وده مش متماشي مع الطبيعه النفسيه، بس بيقبله في مقابل ازاله المعاناه اللي كانت بتحصل له قبل ما يعمل عمليه وقبل ما ينزل في الوزن. تغيير حياه الناس للافضل، ان انت صحتك، شكلك ده بيتغير بطريقه، بتتحول الى انسان تاني، وتكتشف اكتشاف مذهل لما تبص للصور انه فعلا ربنا خلقنا في احسن تكوين، واحنا اللي افسدنا هذا الاحسن تكوين بان احنا عملنا اسوأ تكوين بالدهون بالاكل الغلط. مفيش انسان يعني يخلق شكله مش حلو، كل الناس شكلها حلو. الحاجة الوحيدة اللي تغير شكلك إن وزنك يزيد. طول ما وزنك في الطبيعي بيقل شكلك بيحلو، بترجع تتغير. لكن سؤال هيطرح نفسه أعتقد إن أنت هتجاوبه بس في المرة الجاية، زادت قوي بعض التعبيرات الجذابة. الأمر كان في الأول حلو شيك إن أنا أشد الناس بألفاظ جذابة، أعمل عملية بالسرية من خلال السر، جميل. لكن انا حاسس ان المساله قلبت، كانه انا لما اعملها كده هو ده الصح، ولما اعملها بغير كده هو ده الغلط. فخرجنا من منطقه الى منطقه تانية. المنطقه التانيه الخطيره هي منطقه الترويج التجاري لالفاظ ومسميات للعمليات، مثلا زي العمليه السريه او بيكيني او الى اخره، هدفها الترويج، الجاذبيه، جذب الزبون. ولا انا غلطان؟ ما ده طرحناه في المانشيت. ما هو ده جاي في المانشيت. واحنا هنسمعه في المانشيت. بس هتجاوبه لي المره الجايه. بمنتهى الامانه العلميه، على ميديكال بيزس، على اساس طبي، على قواعد طبيه واسس طبيه معترف بيها على مستوى العالم. اجمل حاجه ان انا مستغل حاله الصراحه المطلقه اللي عندك. بقالها كتير. وانا بصراحه بحب قوي الصراحه. وبستغلها جامد. عشان نسمع فعلا الحقائق حول هذا العالم المهم، عالم جراحات السمنه، ونفرق بين العلمي وغير العلمي في كلامنا، هيبان جدا. صحيح العنوان المره دي هتسمعوه، لكن التفصيل المره الجايه. اكيد الحوار ممتع مع ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور وليد ابراهيم، استاذ واستشاري جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنه الافسو. كان في الدكتور، نورت الدكتور. شكرا. خليكم مع منشط الدكتور.
لا تزال في مجتمعاتنا بعض الاعتقادات الخاطئة، منها إن التحدث في شؤون الجنس هو نوع من الإباحية، أو إننا نجهل معنى الجنس وبالتالي نجهل أهمية الثقافة الجنسية. البعض بيتخيل إن التثقيف الجنسي بيتم عن طريق الأفلام الإباحية أو الخوض في أحاديث جنسية هابطة دون هدف. تعليم الثقافة الجنسية باسم التربية الجنسية ظهر لأول مرة في المدارس البريطانية سنة 1920، وكان تركيزها على الصحة الشخصية للجنسين. بعدها تطور في أوروبا وأمريكا منهج تدريس التربية الجنسية اللي دايماً مثار جدل حتى الآن في كل العالم، خاصة في المجتمعات المحافظة. لكن ما لا يقبل الجدل أو التردد في رفضه هو الاستسلام للخلل بدعوى الخجل، أو الدخول في دايرة مغلقة من الأوهام، زي فعالية الأعشاب في علاج الضعف الجنسي، أو اللجوء لتناول المنشطات دون الرجوع للطبيب، أو اللجوء للكحوليات اللي قال عنها الأديب العالمي الأشهر ويليام شكسبير إنها تجلب الرغبة وتذهب بالأداء. أهلا بكم. في رأيي الشخصي إنه الحالة المرضية الشهيرة جدا التي تسمى بالضعف الجنسي ظلمت ظلما كبيرا جدا في التعامل معها من خلال التثقيف ومن خلال الطرح الإعلامي. ظلم من يعاني من هذه الحالة نتيجة البلبلة، نتيجة اللخبطة اللي حصلت في عقولهم من طرح إعلامي غير متخصص. لفترة طويلة جدا الناس اللي كانت بتعاني من هذه المشكلة كانوا بيستمعوا لمشاكل المتعلقة بالضعف الجنسي أو بالمشاكل المتعلقة بالسكسولوجي، علم مهم جدا، أولا من أصوات في الغالب غير متخصصة، مش تخصصهم علاج الضعف الجنسي خالص. تخصص الضعف الجنسي ده تخصص جراحي في الأساس، جراحي في الأساس. فمن الأول كده المعلومة جاية من غير متخصص. الغير متخصص هذا الذي لا يتقن الجراحة أخذ الناس، شد الناس في اتجاه واحد، أنه بدأ يترجم كل مشاكل الضعف الجنسي على أنها نقص الثقافة. هو صحيح في جزء من مشاكل الضعف الجنسي مرتبط بنقص الثقافة، بس ده جزء ضئيل جدا. الجزء الأساسي جزء عضوي، مشاكل شرايين، مشاكل أوردة، مشاكل أعصاب، تحتاج في النهاية إلى علاج دوائي أو قد تحتاج إلى دعامات. لكن ده كله على جنب، لكن طب قوي جدا ومتقدم وجراحات على جنب، وقال لك لا، الناس أصلا مش فاهمة، مفيش حميمية، العاطفة فيها مشكلة، رغم أن كل ده بيتخلق بعد إصلاح الشكل العضوي. في رجالة كتيرة جدا بعد علاجهم وبعد أن يعود لهم القدرة على أداء الجنس سواء بدعامة أو حتى بالأدوية، يبدأ مشاعر العاطفية تتكون، يبدأ الكلام يتقال بينه وبين مراته، يبدأ المصارحة بأن كان في مشكلة يحصل، يبدأ حوار عقلي وعلمي بين الاتنين يتكون، لأن احنا صلحنا المشكلة العضوية. الناس ظلمت، أنا سمعت حوار من غير متخصصين لغرض، لأنه غير متخصص طبعا ما بعملش جراحة، أنا عايز الناس كلها تجيلي في حتة تانية برا الجراحة، وهذا غرض. وهذه صراحة مننا ما بعدها صراحة لفتح حوارات غير متخصصة صدرت للأسف من منصات إعلامية المفروض أن توصف كانت بالاحترام، لكن في فترات وسنوات غابرة معينة صدرت الجن والعفاريت عشان تقول للناس انه ممكن يكون الضعف الجنسي بسبب الجن والعفاريت، والناس صدقت وما زالت تصدق. تعالوا النهارده نعيش في منطقه علميه مهمه جدا من واحد من الاسماء المتميزه للغايه، اسم اكاديمي حدث ولا حرج واسم علمي دقيق للغايه، اخذنا بمهاره علميه فائقه الى منطقه ايضاح كامله، ومنطقة الإيضاح الكاملة وصلت لمرحلة الشرح التفصيلي زي ما بيقولوا التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالعمليات التي ربما تكون هي الحل لحالات الضعف الجنسي إذا ما تعذر العلاج الدوائي.
القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد عبد الشافي، أستاذ أمراض الذكورة والضعف الجنسي والجنسي، الأستاذ بكلية الطب، صاحب زمالة أمراض الذكورة من جامعة ساو باولو، وعضو الجمعية الأمريكية لأمراض الذكورة، الاسم الأكاديمي الرائع. أهلا بك دكتور محمد. أهلا بعد دكتور أيمن. كالعادة عانينا لفترات طويلة من تسطيح مشكلة الضعف الجنسي على أنها مشكلة ثقافة، يعني الناس مش فاهمة. تمام. والحكاية دي ما تتعداش نسبة ضئيلة في حتة الناس اللي مش فاهمة، يعني ممكن في أماكن معينة، لكن المشكلة بتكون ضعف جنسي عضوي في الأساس. فخلينا نبدأ بحتة مهمة جدا وسؤال مهم، متى يكون الحل هو الدعامة علميا؟ يعني متى نقول أن هذا المريض يحتاج إلى دعامة فعلا في الصراع؟ يقال في جملة واحدة، إذا فشلت كل الطرق الغير جراحية البديلة فالحل الأخير والنهائي هو الدعامة، يعني لا تطرح إطلاقا كحل في البداية، وإنما نبدأ بالطرق اللي نسميها مجازا كده الطرق السلمية أو الطرق الدوائية. وممكن الموضوع ببساطة يكون علاج السبب، يعني أنا لو مريض سكر وزبطت سكري أنا خلاص رجعت إنسان زي ما كنت بقوتي الجنسية الطبيعية. هذه أبسط الأشياء اللي ممكن تقابلنا. مثلا أنا مريض مثلا محتاج حاجة لظروف ضغط في عمل إلى آخره، محتاج حاجة تنشطني تديني إحساس إن أنا قوتي الجنسية أو قدرتي الجنسية ما زالت موجودة، مجرد ما باخد حاجة من المنشطات بترجعني كما كنت. يعني كل دي وسائل تطرح في البداية وتطرح يعني بشكل متكرر وبطرق مختلفة وبزيادة جرعة وبإضافة دواء آخر إلى آخره، حتى نصل إلى قناعة أن لا توجد أي وسيلة منهم نجحت، ساعتها الدعامة بيجي دورها. يبقى إذن هي آخر وسيلة، وإن كانت الأنجع على الإطلاق لكنها آخر وسيلة علاج. النهاردة حلقتنا اسمها القول والفصل، فكل جملة هقول لحضرتك قول لي القول والفصل المتعلق بهذه المنطقة إيه؟ أول مناطق القول والفصل، دعامة مرنة ولا دعامة هيدروكية ولا إيه القصة الخناقة بين الدعامتين؟ ممتاز. هي لو مشينا في تطور الدعامات هنعرف الإجابة بوضوح. يعني أول ما طلعت الدعامات كانت كفكرة إنها حاجة بتديني صلابة، فكانت فكرة الدعامة المرنة، لكن كانت الدعامات ما يجبر المرونة التي تسمح بإخفائها. فكان السؤال الذي يطرح دائما، وهل سأظل هكذا أتوارى عن الناس عشان الدعامة؟ فبدأت الأفكار تطرح بالتدريج كده، طب إحنا نحل إن إحنا نحط مفصل في جزء من الدعامة، فالمفصل ده مكانه بقى يعمل مشكلة بعد كده. أنا مفصل أحطه في نص الدعامة ولا في تلت الدعامة الأمامي ولا في تلت الخلفي ولا فين بالظبط؟ لأن ممكن كل واحد له جزء من العضو ظاهر وجزء خفي أو مدفون أو بنسميه الجزر، فهي علاقة الجزر بالجزء الظاهر متفاوتة من شخص إلى شخص، فما بقتش عملية. لأن أحيانا يبقى الجزء اللي أنا بتني منه أو المفصلي ده أو المفصل ده هو مدفون، وأحيانا يبقى ظاهر عامل الدعامة زي حرف تي. فقالوا طب بدل ما يبقى مفصل واحد نحط منطقة مفصلية حوالي مثلا 3 سنتي مثلا، يبقى مفصليين والباقي الدعامة صلبة زي ما عشان أقدر أتنيها من المكان المناسب. يبقى إذن كان بدايتنا أو هدفنا من البداية أن احنا نغير أو ندور على بدائل ليس إلا موضوع الإخفاء فقط لا غير، لكن هي نفسها بتحقق الصلابة المطلوبة. القضية الثانية المهمة جدا هي قضية هل تصلح الدعامات لمرضى السكر؟ مرضى السكر هم مرضى قابلين للعدوى انفكشن، فهل تصلح الدعامات لمرضى السكر اللي عندهم قابليه للانفكشن؟ قولا واحدا تصلح وتصلح وتصلح وتصلح. طيب نفسر الكلام ده بشويه ايضاح. مريض السكر ما يفرقش عن المريض اللي ما عندوش سكر غير في ان هو يضبط سكره اول 3 اسابيع بعد الجراحه، ده الفرق الوحيد بين الاثنين. لو ضبط سكره في اول 3 اسابيع قبل وبعد، قبل وبعد يعني قبل الجراحة مباشرة وأثناء أول 3 أسابيع. طب اشمعنى الثلاث أسابيع دول تحديدا اللي بنركز مع مريض السكر فيهم؟ يقولك الجرح فيهم لسه جديد، ارتفاع السكر يخلي الجرح لا يلتئم وتحدث مضاعفات. طب فيما بعد لو السكر علي وأنا خلاص الجرح التئم ودعامتي خلاص ثبتت في مكانها والكلام ده كله، هل سيضرني وجود الدعامة كمريض سكر أو ستؤثر علي أو سكري نفسه سيؤثر على نجاح الدعامة؟ الإجابة لا. ليه؟ لان انا معايا وقت، لو سكري عادي هقدر اظبطه، مش عمليتي مش هتنتهي او مش هبوظ، لكن لو سكري عادي في اول 3 اسابيع عمليتي خلصت انتهت. السكر مش هيخلي الجرح يلتئم، هيخلي في احتماليه عاليه لحدوث مضاعفات الى اخره. يبقى اذا مريض السكر تصلح له الدعامه شريطه ان يضبط سكره قبل واثناء العمليه اول 3 اسابيع.
مريض القلب اللي بياخد مضادات التجلط لا تصلح له هذه الدعاء. تصلح له ايضا ولكن مع بعض الاحتياطات اللي هي تحديدا ايقاف مسيلات الدم لمده من 3 إلى 5 أيام حسب طبيب القلب ما بيحدد. في اطباء قلب بيقول والله 3 أيام كافيين، وفي اطباء بيقولوا 5 أيام، احنا بناخد على الاحوط دائما نقول 5 أيام كافيين لايقاف مسيلات الدم ونعمل دعم لمريض القلب مهما كان الـ 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 الحاجه اللي موجوده معاه، مركب دعامات في القلب، عامل قلب مفتوح، مغير شريان الى اخره. اي مرض في القلب طالما انه وقف مسيلات الدم تصلح له الدعم قولا واحدا. الدعامة فقط لكبار السن جدا، لو كان صغير يعني لا يفضل له دعامة، هل هذا كلام حقيقي؟ كان ده هو القول السائد أو الشائع زمان لما كنا لسه في البداية، وكان ضعف الجنسي كان قاصر على كبار السن باعتبار أنها قضية عمرية، أنها كل واحد هيتغير في سنه وحاجات في جسمه منها الانتصاب. لكن دلوقتي للاسف احنا بقينا نشوفها في الشباب اكتر ما بنشوفها في كبار السن. مش ملهاش علاقه بالسن اطلاقا اطلاقا، وبالتالي الدعامه تصلح لمن فوق ال 18 سنه كما تصلح لمن فوق ال 70 طالما محتاج. بالظبط، طالما انه محتاج، نفس القانون واحد ونفس القاعده واحده. السؤال اللي يعني ده من اهم الاسئله، يعتقد البعض أن الدعامة هي عملية تجعل العملية الزوجية عملية ميكانيكية، مفيش إحساس، مفيش مشاعر، ومفيش enjoyment، يعني مفيش enjoying في الحالة. يخيل اللي يشوف الجراحة أو يسمع عنها، وده اللي احنا بنقول يا جماعة بلاش طرح شكل العمليات على الميديا لأن ده بيخوف الناس أساسا، يخيل أنه عملية آلية بحتة، أنت مركب حاجة بتفردها بتهلوا أنها خلاص العملية، لكن لأ، الدعامة كل دورها انها بتساعد اللي عندي، يعني انا عندي اوريدي انتصاب يمكن لا يفي بالغرض ان هو يكمل العلاقة للنهاية، لكن هي بتدعمه عشان تخليه بعد ما كان ايا كان درجته 20 30 40 بتوصله ل 100%، وبالتالي متعتي الحقيقية والاحساس بضخ الدم والاحساس الحقيقي موجود مع الدعامة. يبقى اذا انا لست انسانا آليا اذا مارست في وجود الدعامة، ولكن انا امارسه زي أي شخص عادي جدا مش مركب دعامة، بل بالعكس بمتعة أكبر. ليه؟ أنا عندي صلابة مش هتتوفر للشخص اللي ما عندوش دعامة، ودي بتديني قوة ومتعة وإحساس أقوى منه 100 مرة. وبالتالي لما نسمع من الناس اللي عاملين دعامات يخلوا اللي ما عملش عايز يعمل من إحساسهم القوي جدا. يعني في ناس والله مش محتاجة، كانت بتيجي تقول أنا عايز أبقى زي فلان. أي والله، بس طبعا ده علميا لا ينفعش طبعا. علميا غير منضبط. بالظبط. ثلاث حاجات عايزين نوجد العلاقه بينهم، الضعف الجنسي وسرعه القذف والدعامات. السؤال يعني هل الدعامات كما موجود في بعض الاوراق البحثيه يمكن ان تكون علاج لسرعه القذف؟ تمام. هو في الفتره الاخيره احنا يعني رفعنا الرايات وسلمنا ان احنا كاطباء نحن قد عجزنا عن ايجاد علاج ناجح لسرعه القذف، علاج دوائي حتى ولو جراحي يا دكتور ايمن. برضه ما فيش يعني علاج جراحي اللي ما هو في ناس بتبتكر طرق بقى يقول لك طب انا هربط هعمل ما اعرفش ايه هحقن فيلر، كل الطرق ديك للاسف ليها مشاكلها. فلا توجد حتى اليوم واحنا بنتكلم في هذه اللحظه علاج ناجح لسرعه القذف. الادويه فعاليتها على المحك، الجراحات امنها على المحك. طب المريض يعمل ايه؟ ما المريض برضه محتار. والأدوية أثرها الجانبية أكبر من تأثيرها، يعني في مجموعة دواء بتحسن سرعة القذف لكن بتعمل ضعف جنسي. تمام. يعني دي حقيقة. كل علاج، كل أدوية مضادات الاكتئاب اللي إحنا أساساً بنستخدمها لعلاج سرعة القذف بتعمل ضعف انتصاب. فطبعاً إحنا لما نيجي نشوف الشريحة اللي عندها سرعة القذف دي، الشريحة دي مظلومة، فكانت بتدعونا إن إحنا نبحث أكتر. فلما بحثنا لقينا إن في نسبة عالية جداً منهم بيكون عندهم ضعف انتصاب كامل لا يراه من سرعة القذف. يعني إذا كنا بنقول بنعرف سرعة القذف أن يتم القذف في خلال مدة لا تزيد عن دقيقة واحدة أو 60 ثانية، فهو هيلحق يشوف فين ضعف الانتصاب. وبالتالي لما بنعمل لهم الفحوصات اللازمة بقى قبلها بنكتشف هذا الموضوع. اكتشفنا أن اللي بنعالج له ضعف الانتصاب اللي موجود الكامل دوت بتتحسن معاه تلقائيا سرعة القذف، بل بالعكس بقى في ناس بتقول لك لا ده اتأخر القذف أكتر من المطلوب كمان، فبقى يشكو من العكس، الصورة العكسية. طيب هل دي تقودنا أو تخليها طرح لأن احنا نستخدم الدعامة لعلاج سرعة القذف؟ الإجابة قولا واحدا لا لا لا. لكن إذا كانت
سرعة القدس مصحوبة بضعف الانتصاب، وهذا الضعف استدعى ان احنا نزرع دعامة لهذا المريض لعلاج ضعف الانتصاب، فأصبحت الدعامة تعالج ضعف الانتصاب الذي تسبب بشكل غير مباشر أو مباشر في سرعة القذف. إيه التطور التكنولوجي اللي حصل في الدعامات في الفترة الأخيرة؟ طبعاً كل يوم بيحصل تعديل في علاج بعض العيوب اللي بتظهر في الدعامات. يعني مثلاً لقينا الدعامة مثلاً فيها المادة لو زمان يعني كان فيها معدن بيدي ألارمس وبيدي حاجات في الناس اللي هي بتسافر كتير ومشاكل والجسم يتفاعل ضدها، فبدأ يحصل تطور إن احنا نعالج هذه العيوب لما يعني كل ما بتظهر عيب بنعالجه، وبالتالي التطور بيبقى تطور للأحسن دايما. وده اللي حصل في الفترة الأخيرة، إن أصبحت في دعامات دلوقتي الحمد لله ما فيهاش عيوب، بحيث إن المريض لما بيعملها أو بيزرعها يبقى حياته الجنسية كاملة دون أي مشاكل، وده اللي شجع انتشارها في الفترة الأخيرة فعلا. شيء علمي بقى نتكلم فيه دلوقتي هيسعد الناس إنها تفهمه كويس جدا، النسيج الكهفي نفسه نشرحه للناس، لأن هو ده لب المشكلة. نسيج يعني ولا في اي حاجه ثانيه؟ لا طبعا هو نسيج، هو ده لب كل الباقي بيخدم على النسيج الكهفي. ايه بقى النسيج الكهفي؟ لو عشان نفهم النسيج الكهفي بوضوح للمشاهد البسيط، هنقول ان العضو الذكري اذا تخيلناه هو عباره عن زي الصبعين، لو الكاميرا تجيب الصبعين كده بالظبط، اتنين اسطوانتين زي اشبه بالصبعين ماشيين جنب بعض، تحتهم اسطوانه ثالثه اللي هي بيمر منها مجرى البول، يغلفهم في الاخر جلد وكفرنج زي ما في الصوره اللي قدامنا. يمكن الصوره دي واضحه جدا اللي في على الشاشه، أشبه بالوجه اللي جواهم نقطتين حمر زي العين دي أو زي ده، هو النسيج الكهفي. هو لما تبص له كده شبه وش البومة بالظبط، يعني بالظبط دي حقيقة. يعني عشان بس نتشبههم، والبومة عندها عينتين واسعين جدا دي حقيقة، وفم تحت هي تشبه كده دي حقيقة. يبقى الشكل اللي احنا شايفينه ده كله على بعضه ده اسمه شكل العضو الذكري، قطاع عرضي. قطاع عرضي اللي هو على الشمال الطول اللي على اليمين. القطاع العرضي ده لو بصنا له هو ده شكل العضو، كأنه قطعينه بالعرض. الاثنين الدايرتين العلويتين هم دول النسيجين الكافي، ايمن وايسر، عندنا اثنين نسيج كافي. والاسطوانه السفليه التي توجد تحتهما مباشره هي دي الاسطوانه التي ليس لها اي دور في الانصاب، والتي يمر من خلالها مجرى البول الذي مفتوح زي الفم كده قدامنا. النسيج الكهفي ده لما نشوف تركيبه تشريحيا هنقول ايه؟ هنقول انه ما اسموش النسيج الكهفي بقى عشان نتكلم كلام علمي مظبوط، هنقول ان اسمه الجسم الكهفي، لانه هو اسطوانه وعباره عن جسم له غلاف خارجي اللي باين لونه ابيض في الصوره دوت، وجواه عباره عن كهوف من الداخل تمتلئ بالدم. الكهوف دي اسمها النسيج الكهفي، والغلاف ده اسمه الغلاف الخارجي من النسيج الكافي، وده عبارة عن ألياف سميكة جدا بتسمى باي انجلش تيونيكا ألبوجينيا أو الغلاف السميك أبيض اللون. وفعلا كلمة ألبوجينيا يعني أبيض، أصل في ناس يقول لك هو احنا لما نقول لونه أبيض ده اللي بيقول كده عشان بس يسهل لك المهمة عشان تعرف الفرق، أو يعني يسهل لك الشرح يعني. لا هو فعلا لونه أبيض واسمه باي انجلش كده ألبوجينيا، وهو باين في الصوره لونه ابيض. هو فعلا دي حقيقي، يعني الالياف لونه ابيض، والنسيج الكافي نفسه لانه عباره عن نسيج عضلي لونه احمر اللون، فالفرق بينهم واضح للي هو بيفتح جراحه عارف يفرق بين ده وبين ده. ده شكل النسيج الكافي. النسيج الكافي ده هو اهم شيء في العضو الذكري المسؤول عن الانصاب، او نقدر نقول هو الوحيد المسؤول عن الانصاب، عن طريق ان الدم بيضخم من الشريان الرئيسي اللي في النص الشبه اشبه بالعين اللي في النص دوت في القطاع الطولي اللي بينه. هتقولنا بقى صوره النسيج الكهفي لوحده، الصوره اللي لوحده فيها مش الاثنين جنب بعض عشان نشوف الشريان مكانه فين، لان الصوره دي الناس مش هتعرف تميز فين الشريان بالظبط في الصوره. فالصوره لوحده الشريان في النص بالظبط. تمام بالظبط، في النص بالظبط، عامل زي بؤبؤ العين بالظبط كده. دي حقيقه دي حقيقه. هو الشريان مش كبير، هو شريان بالظبط، شوف السهم عليهم بالظبط في النص بالظبط، ويتفرع منه افرع تملا هذه الكهوف اللي موجوده حواليه، وده الشريان الرئيسي اللي بيمر من خلال هذا النسيج. هذا الشريان هو اللي بيملى هذه الفراغات او الكهوف، فينتفخ العضو او ينتفخ هذا الجسم الكهفي، يضغط على الاورده الموجوده خارجه، موجوده بالخارج، فيقفلها، يظل الدم منحبسا طيلة الانتصاب. عظيم. يعني ده فكرة الانتصاب الحقيقي. يبقى إذا النسيج الكافي ده هو أهم شيء في عملية الانتصاب، أو نقدر نقول الجسم الكافي ده هو فعلا الذي يحدث صلابة الانتصاب، وبدونه لا يوجد انتصاب إطلاقا. ده إيه هو النسيج الكافي أو الجسم الكافي؟ عشان نتكلم كلام مظبوط، الجسم الكافي
موجود عبارة عن غلاف خارجي بنسميه تيونيكا ألبوجينا، جواه كهوف داخلية اسمها النسيج الكهفي. الكلام اللي بيتقال النسيج زراع داخل وخارج، النسيج والكلام ده كله المقصود بالحاجة الحمراء اللي جوه ديك، اللي جوه هذه الدائرة. أما الأبيض ده ففي كل الحالات سواء زراع خارج أو زراع داخل أنت بتفتح هذا الجزء الأبيض عشان تزرع دعامتك. الفرق بين خارج وداخل أن أنت بدل ما تفتح هذا الغلاف الخارجي ومشرطك يدب لحد البؤبؤ العين اللي في النص دهوت، لا أنت بس بتفتح الغلاف فقط، وبآلة بسيطة كده تقدر تفصل هذا الغلاف من النسيج. وشيع مؤخرا يقول لك ايه، طب فصل الغلاف عن النسيج ده الموضوع ده صعب ومستحيل. وطب نحط، استدلوا باستدلالات للاسف بتؤكد انه يمكن الفصل، مش لا يمكن، يعني الاستدلالات التي تم الاستدلال بها على صعوبه او استحاله الفصل بتؤكد ان الفصل موجود وبشكل مؤكد. زي ايه؟ قالوا ان احنا في البروستاتا مثلا، لما نيجي لو قدامنا صوره للبروستاتا، لما نيجي نعمل عملية استئصال بروستاتا، يعني ندخل ما نقدرش نفصل الغلاف بتاع البروستاتا عن البروستاتا نفسها، الكلام ده مش مظبوط. أنا كجراح لما أجي أعمل عملية استئصال بروستاتا أنا بفتح في الغلاف وبفصل زي ما بين في الصورة قدامنا البروستاتا اللي هي الدايرة اللي موجودة لونها أصفر خفيف ديت أو 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 مدي إلى بيج، بدخل انا بين هذا الغلاف وبين نسيج البروستاتا نفسه، وبالعربي كده بنقول بالنواب بتوعنا بتقشرها زي ما بتقشر البرتقانه، بحيث ان القشره الخارجيه دي هو ده الغلاف بتاع البروستاتا، هو اللي بيبقى. اما نسيج البروستاتا فانت بتشيله بالكامل. يبقى اذا انا اقدر افصل الغلاف عن النسيج اهو، يبقى ده استدلال خاطئ، لان انت اذا امكن الفصل بين الغلاف والنسيج والبروستاتا وانت بتستشهد بذلك على استحاله الفصل فده بيؤكد صدق ان انت تقدر تفصل بوضوح. اهو دي نسيج انت بتستشهد بيها واضحه. الحاجه الثانيه، استشهد برضو بعض الناس برضو بنسيج الكلى وغلاف الكلى، الصوره باينه برضو لجيلنا اللي جايه. لا احنا في عندنا في الطب عمليه جراحيه في الجراحه في المسالك اسمها سب كابسولار نيفريكتومي، يعني استئصال الكلى من داخل الغلاف بتاعها. في بعض الاحيان بتبقى الكلى ملزقه حواليها في الاعضاء الحيويه اللي هي ما نقدرش ان احنا نشيلها منها او نعورها، فبندخل ما بين هذا الغلاف وما بين نسيج الكلى ونقورها زي ما بيقولوا من الداخل زي فكره البروستاتا برضو، ونستأصلها ويبقى الغلاف زي ما هو، لان لو شلت الغلاف انا هبهدل الانسجه اللي حواليها. والاستدلال الثالث بتاع الخصيه برضو يمكن الفصل بينهم. يبقى اذا الاستدلال الخصية زي ما باين قدامنا ان لها غلاف خارجي بيسموه برضو زي في العضو الذكي اسمها تيونيكا ألبوجينيا، والنسيج الداخلي اساسا لما بيحصل للعيان حاجه اسمها قيله مائيه، الميه نفسها والفيلم من السائل الخفيف ده هو اللي بيفصل الاثنين عن بعض. هتيجي تقول لي الله لا يا دكتور انا ما اقصدش كده، ما انا عارف انها تو لايرز فيسيرال اللي هي لازقه، والخارجيه البارايتال انا اقصد اللي لازقه دي ما اقدرش افصلها. يبقى انت بتستدل باستدلال خاطئ، لان طبيعه الغلاف اللي انت بتتكلم عنه مختلف تماما عن غلاف العضو. ده عباره عن ممبرين، عباره عن ورقه سيجاره، لكن دوكا غلاف جسم اسمه تيونيكا، يعني عباره عن حاجه صلبه، حاجه قويه، حاجه ليها سمك وجدار، مش ورقه. فطبعا ده فكره الفصل بين الغلاف وبين النسيج، والاستدلال على ان ده خاطئ وان ده ما ينفعش وان ده مستحيل. يبقى اذا النسيج الكهفي ده هو ده اهم شيء، والحفاظ عليه مهم جدا. واللي يقول لك ان يستحيل فصل فهو مش فاهم هو بيقول ايه. ده حوار جراحي، يعني احنا قلنا ده حوار جراحي عموما علمي قوي، يعني احنا بقى يعني مش عايزين نشغل دماغكم قوي او نشغلها بس مش قوي بالحوارات العلميه الدقيقه، لانه هدف المريض في الاخر انه يحل مشكلته، وعايز يحل مشكله. الخلاف الجراحي تمام أكيد. احنا يعني او اذا كان هناك راي وراي اخر في الجراحه، المريض في الاخر لانه اللي عندهم امبوتنس يشغلهم في الاساس انه يرجع تاني يؤدي العلاقه زي بالظبط، هو ده هدفه في الاساس بالزبط. طيب لو احنا جينا بصينا لسؤالنا برضو اللي الناس كتير بتساله، هل تركيب الدعامه يستدعي ان الانسان لا يمارس العلاقه الزوجيه لفتره معينه، يقعد فتره طويله ما يمارسهاش؟ الفتره اللي هي نقول فيها يتم التئام الجزء الداخلي او الغلاف الخارجي للنسيج الكهفي، اللي هي العلم حددها من 3 إلى 6 أسابيع، فبنقول الناس متوسط شهر تمتنع عن العلاقه، بعد كده تقدر تمارس عادي. اقل من كده فيها خطوره،
واكتر من كده زياده ملهاش لازمه. هي من 3 إلى 6 أسابيع ده الرسمي او اللي هو المعترف به عالميا، دي الفتره الكافيه لالتئام غلاف النسيج اللي احنا بنقفله بعد ما بنزرع الدعام. سؤال بقى مهم قوي قوي، اثناء الجراحه نفسها هل تبدو بعض لبعض الاذهان ان هذه الجراحه ليست صعبه وانها جراحه سهله، وبالتالي غير متخصصين بيتقدموا احيانا ليعملوا هذه الجراحه، وقد راينا حالات بمضاعفات نتيجه تدخل غير متخصصين فيها؟ بكل تاكيد. ايه النقاط الفنيه في القياسات اثناء، لانه انا اعرف ان هذه العمليه عمليه قياسات في الاساس. مظبوط. ايه مزبوط. القياسات يعني؟ تمام. القياسات ان احنا لما بنبدا عمليتنا الجراح بيبقى حاطط في دماغه هدف معين، انا عايز اوصل مريضي الى اقصى درجه من الـ 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 الاستمتاع بالعربي يعني. طيب لن يصل الى هذه الدرجه الا اذا كنت مليت له هذا التجويف اللي هو المفروض طبيعي يتملي بضخ الدم جواه اللي هو الجسم الكهفي، مليته له بحاجه تساعد اللي موجود عنده، سواء بقى، ودي نقطه حضرتك اثرتها وجميله جدا، سواء بقى اذا كنت هزرع داخل او هزرع خارج، ده خلاف جدلي بين الاطباء، دي حاجه مش هتاثر في الموضوع عشان الناس بدات تخاف بقى، يقول لك هم الدكاتره بيتخانقوا مع بعض داخل وخارج، لن يفرق مع المريض الكلام ده الا في احساس زايد ومتعه زايده مش اكتر، لكن العمليتين بينجحوا والعمليتين لهم نفس الكرايتيريا او المواصفات بكل شيء، الا حته بس متعه زايده او متعه اقل واقل وخلاص على كده. عشان اوصل النسيج او الجسم الكهفي ده الى اقصى درجه، فانا بفتح في هذا الغلاف سواء بقى هزرع داخل او هزرع خارج، لازم افتح غلاف النسيج الكهفي. الفرق بين اللي بيزرع داخل وخارج ان انا بس بفصل الغلاف عن النسيج وبحاول احط دعامتي بين الاثنين، الثاني لا ما بيجهزش، بيبذلش هذا المجهود، بيبدا بمشاطه في النص لحد ما يوصل للحته اللي كنا شاورناها لها قبل كده اللي هي بنسميها بؤبؤ العين دي او الشريان الرئيسي، ويزرع دعامته. المهم ان في كلتا الحالتين لازم نصل في النهايه ان المريض يبقى دي اللي انا اقصدها في الصوره قدامنا، ان ده المقطع العرضي، المقطع العرضي في النسيج الكهفي اللي بيفتح اللي بيزرع خارج يعني بيفتح الغلاف، واللي بيزرع داخل برضه بيفتح الغلاف. الفرق الوحيد ان اللي بيحافظ او اللي بيزرع خارج بيفصل هذا الغلاف عن النسيج الابيض عن الاحمر ويزرع دعامته بحيث ان الاثنين النسيج الكهفي والدعامه موجودين جنب بعض. الثاني لا بيبقى مشاطه لحد النقطه الحمراء اللي في النص ديك اللي بنسميها بؤبؤ العين او مجازا يعني او اشبه ببؤبؤ العين دي، وبيحط دعامته زي ما بتفتح ساندوتش وتحط جواه حاجه. الحالات المرضيه بقى هل تعالج الدعامه حدوث او وجود بيرونيز ديزيز، مرض بيروني مع الامتنس؟ ما هو الاثنين بيجوا مع بعض غالبا. تمام فن. تمام. ايه هو مرض بيروني اساسا؟ تمام. مرض بيروني هو عباره عن تليف سجل باسم من اكتشفه اول مره وهو الطبيب الفرنسي بيروني باسمه، ده كان سنه 1890. التليف ده لانه مجهول السبب لحد النهارده، احنا مش عارفين هو سببه ايه ولا عارفين علاجه ايه، فاتسمى باسم اللي اكتشفه، ده اقصى حاجه وصلها، ولحد النهارده من بعد بيروني ولا حد عرف يوصل لحاجه ازيد من اللي هو عارفه. بيروني مشكلته ان هو او التليف عموما ايا كان بقى بيروني او غيره، التليف عموما بيخلي هذا النسيج اللي هو التليف بيجي في غلاف النسيج على فكره، مش في النسيج نفسه، غلاف النسيج اللي لونه ابيض اللي كان باين في الصوره. هذا التليف بيخلي النسيج لا يتمدد بشكل كافي، فبيسمح بتسريب الدم وبيسمح بان ضخ الدم يقل الى اخره، فبيخلي في ضعف في الانتصاب. احنا لما بنعالج بالدعامه لمرض بيروني احنا مش بنعالج بيروني نفسه، احنا بنعالج ما نتج عنه هو ضعف انتصاب. يعني بالعربي اذا كان عندي مريض عنده بيروني والانتصاب ما زال موجودا لا تصلح له الدعامه. امتى الدعامه تصلح لمريض بيروني؟ اذا كان هذا التليف او مرض بيروني احدث ضعفا في الانتصاب لا يستجيب للادويه ولا يوجد له حل الا الدعامه. يبقى اذا هي مش علاج لبيروني بالاسم ولكنها علاج لما نتج عن بيروني من ضعف انتصاب اذا كانت الدعامه هي الحل. وتعدل وضعيه الانتصاب في العضو الذكري يعني اذا ما كان حصل فيه انحرافيه. ممتاز، فعلا بتعدل الانحراف الانحناء اللي موجود، لكن بيصادفنا مشكله في مرضى بيروني اللي هي ايه؟ بيروني في الغالب ما بيبقاش تليف في كل النسيج وماشي اسطواني زي الاسطوانه ما هو ربنا خالقها، ده بيجي في حته منها مثلا ليك ابليك، فالبليك دي عامله زي حته لبانه واحد لزقها كده فبتشد بطشه، هي بتبقى بطشه بالظبط كده في التونيك البوجيني بالظبط كده، فبتشد النسيج اللي هي جت فيه بتاثره. طب في الناحيه الثانيه المقابله ليها مفيش طبيعي. نسيج طبيعي، فيجي لما يحط دعامه حاجه متناسقه في نسيج غير متناسق ناحيه فيه قصيره او مشدوده
ونحافيه مفروضه واخده استقامتها، لما يركب دعامه ما بقاش مبسوط قوي مريض بيروني. ليه؟ لان هو حاسس ان الدعامه ممكن تلف منه، الدعامه برده مش واخد راحته في التاني، هو معذور، واحنا كاطباء برده معذورين. كل الحيل اللي عملناها عشان نعالج هذه المشكله، من ان احنا في ناس قالت نشقها بالطول او نعمل زي نشقها ونسيبها مفتوحه، كل الحيل دي برضو في الاخر التأمت بانسجه اكثر تصلبا من البيروني نفسه، وبالتالي وصلنا الى قناعه بيروني له طرق علاج، مش المصحوب بضعف انتصاب، كبيروني نفسه او كتليف نفسه عديده جدا تتجاوز ال 30 وسيله جراحيه، ولا توجد واحده منهم ناجحه، لان لو نجحت واحده مش هندور على الثانيه ولا الثالثه لما نوصل ل 30 عمليه جراحيه. وبالتالي احنا دايما نقول لمريض بيروني ان انت في البدايه البيروني له ثلاث نهايات محددين، يا اما ان هو يتحسن، يا اما ان هو يزداد سوءا، يا اما ان يبقى على ما هو عليه. احنا كل نقدر عليه ان احنا طالما ان بعض النظريات العلميه قالت تفسيره على مبادئ معينه، خلتنا بنقول لك والله بندي ادويه مضاده للتليف اول ست شهور الى سنه ونستنى النهايه. والله النهايه تحسن خير، الحمد لله ربنا كرمك. ما تحسنش وسبت او زاد خلاص، احنا في اللحظه دي بنسالك الانصاب اخباره ايه، تقول لي طبيعي، اقول لك خلاص يبقى انت كده هتفضل طول عمرك وتطمن والحمد لله انت كده 10 على 10. طب الانصاب اتاثر؟ اقول لك لا، يبقى احنا كده نعالج الانصاب الذي نتج عن بيروني، وهذا الانصاب اذا احدثنا صلابه فلابد ان تعلم ان هذه الصلابه ممكن الدعامه منك في الجزء القصير ده تلف تبقى صعبه التاني، تبقى عارف مسبقا. ما تفكرش نحياه ورديه، يعني ما نوصل لرضا مثلا 80% او 70% مريض بيروني يساوي 100% طبعا بالنسبه لنا مشكله طبعًا كبيره من طبعًا من طبعًا من 10 15% ل 80 حلو قوي، ممتاز حقيقي. نورتنا وشكرتنا، لكن قبل ما نمشي، ما هي اكثر الاشياء في الثقافه حول الضعف الجنسي التي ترى انها ينبغي ان تتغير في المجتمع الشرقي؟ ما زال برضو خجل في ان احنا نعرض نفسنا على الطبيب، واللجوء بشكل كده غير مباشر لبعض الناس اللي هم بيضللوهم للاسف. ليه اخجل؟ انا مريض زي اللي عنده سكر وضغط، ما بخجلش ليه؟ فندعو الناس انها لو عندك حاجه اسال، وخاصه ان انت علاجك ناجح ومضمون بنسبه 100%. يعني ايا كانت الوسيله ايه، انت علاجك ناجح وستصل الى انصاب قوي بنسبه 100%. هتقول لي دكاتره بيقولوا ده داخل وخارج والخلاف وما اعرفش، ده خلاف طبي بحت لن يؤثر عليك كمريض في شيء. انا الخلاف ده انا حتى انا ما اعرفش عنه حاجه، انا كرجل لا اعلم عن الجراحه شيء، دي بعيدا عن معلوماتي انا الشخصيه خالص، وبالتالي يعني ده كل جزء علمي بس يعني ليكتشرال في الموضوع بالظبط، يعني مكانه مش على الميديا صراحه، لكن احنا بنتكلم فيه، لان بعض الناس بتبقى اللي بتسمعه بيبقى عندها استفسارات فبتسالنا، فاحنا بس مجرد بنوضح لهم مش اكتر، لكن لن تفرق مع المريض في شيء غير في حاجات بالنسبه له هو تتصلح له مشكلته وهيوصل لقناعه برضه. نورتني، اشكرك فعلا وابدعت كالعاده، يعني في نقاط عديده فسرناها النهارده وبيناها، لكن يبقى مشكله مهمة أو نقطتين مهمين جدا عايز أختم بيهم كلامي، وأعتقد أن الدكتور محمد بيه هيتفق معايا فيهم. أولا التدخين، لا تتخيلوا تأثير التدخين على الضعف الجنسي، بتقلي من أخطر الأشياء ومن أقوى الأشياء تأثيرا على القدرة الجنسية، ولا تنظر أبدا إلى أنك أنت دخنت الفترة أو لم تكن متأثرا، لأنه التدخين تأثيره حاجة اسمها تأثير تراكمي، هو عامل زي كده قطيع الذئاب، الذئب الاولاني اللي جالك مش هو اللي هياكلك، هو بيستنى اصحابه لما يجمعوا كده مع عليك ويبداوا يضيقوا الحلقه، فجاه يروحوا هاجمين كلهم عليك ومقطعين فيه كل حاجه، الذئاب التدخين كده. الحاجه الثانيه نقص الرياضه، الرياضه مهمه جدا، ولازم عشان تستفيد من الرياضه تحرك عضلات الجزع بتاعتك، يعني تجري، يعني لازم حضرتك تمد او تجري، ده اللي هيفيدك من ناحية الجنسية، لأن ده اللي هيطلع أفضل مخزون بيطلع نيتريك أسيد، هي عضلات الترنك لو اتحركت دي أفضل. مين بقى النيتريك أسيد ده؟ اللي بيعمل توسيع للشعيرات الدموية وللشرايين بتاعة الجسم، الكهف اللي احنا اتكلمنا عنه، فيزود الانتصاب. لكن تقول لي هشيل حديد، النيتريك أسيد مش هيطلع. تقول لي الرياضة اللي أنا بعملها بمشي في المول، ما أنت ما حركتش عضلات الترنك، أنت حركت عضلات الركبة حوالين الركبة اللي فوقها وتحتها، لكن لو انت جريت مهما كان سنك، حتى لو جريت 5 دقايق 10 دقايق وعرقت وضربات قلبك زادت، النيتريك اسيد هيبدا يطلع
وده بيوسع شرايين القضيب وبيعالج. لكن طبعا الناس اللي وصلت لمراحل تصلب شرايين او الى اخره وتعثر في الاعصاب، دي الحالات اللي احنا بنتكلم عنها النهارده. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور محمد عبد الشافي، استاذ امراض الذكوره والضعف الجنسي، الاستاذ بكليه الطب، صاحب زماله امراض الذكوره من جامعه سباولو، وعضو الجمعيه الامريكيه لامراض الذكوره. نورت الدكتور وابدعت كالعاده. اشكرك يا فندم، شكرا لدعوه حضرتك الكريمه. أشكرك لتلبيه الدعوه. خليكم دايما مع دكتور. اهلا بكم. تعالى اكلمكم على المسكوت عنه، المطنش اللي ما حدش واخد باله منه، اللي ناس كتير بتهمل فيه، فيتامين دي. الله، هو فيتامين دي مطنش؟ بدات الناس تفهم شويه اهميته، بداوا يقربوا شويه منهم، يعملوا فحوصاته ويعملوا انفستيجيشن خاص بيه. جينا متاخرين شويه عن بقيه العالم. فيتامين دي يا جماعه مهم جدا، وفيتامين دي ثبت علميا طبقا لكل الدراسات الموجوده في اولا الكلينيكال اندوكراينولوجي دي بتاعتنا احنا، دي في الكلينيكال ميتابوليزم، قالوا ان تاثير فيتامين دي، احنا اللي قلنا وقلنا لزمايلنا واساتذتنا دكاتره النساء، قلنا لهم انه مهم جدا لنجاح الحقن المجهري، هو التزام الطبيب بمعدلات والمريض يعني بفحص فيتامين دي وتظبيط معدلاته. عملوا دراسة على 154 ست كانوا بيعانوا من نقص فيتامين دي، و181 ست لديهم فرص وفرة من فيتامين دي، يعني قارنوا بالاثنين. وجد ان السيدات اللي عندهم نسبة جيدة من فيتامين دي عندهم فرص الحمل من خلال الحقن المجهري بنسبة الضعف مقارنة بالستات اللي عندهم نقص في فيتامين دي. الله على هذا الكلام. يبقى لازم حضرتك يا فندم لما تروحي لدكتورك وانت سواء عندك تأخر إنجاب أو عندك حقن مجهري أو عندك مشكلة خاصة من مشاكل تأخر إنجاب، تقولي له يا دكتور العزيز أنا عايز أحلل الفيتامين دي، يمكن يكون ناسي. وزملائنا وشباب الأطباء ياخدوا بالهم جدا إنه فيتامين دي مهم جدا كليفل في ضمان نجاح الحقن المجهري وضمان عموما. طبعا طالما انا بقول ضمان نجاح الحقن المجهري يبقى من باب اولى، من باب منطقي جدا، ضمان حدوث الحمل الطبيعي. النهارده عندنا حوار مثير ومهم جدا وعنوانه مهم قوي. هنتكلم على قنوات فالوب، وهنتكلم على بعض المصاعب التي توجد امام مشاكل تؤدي الى تاخر انجاب. بس قنوات فالوب انا بقول إنها هي مظلومة لأن احنا ما بنتكلمش فيها كتير، ومظلومة لأن مشاكلها بقت كتيرة بالمقارنة بالحوار الإعلامي التثقيفي. والست عندها اعتقاد إنه قناة فالوب لما يجي سيرتها المشكلة تبقى عنيفة قوي وصعبة الحل. ده انطباعات عند الناس. لكن تعالوا نشوف الكلام العلمي مع صاحب المقام الرفيع وضيفي العزيز، واحد من البارعين اللي بسعد جدا بوجودهم وبحوارهم العلمي الدقيق مبهر، وأيضا الذي يختار بدقة متى يتحدث عن إيه والموضوع اللي هيتكلم عنه بالتفصيل هو إيه. ضيف العزيز أستاذ الأساتذة في هذا المجال أستاذنا الأستاذ دكتور عادل أبو الحسن. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الحقن المجهري يعتمد على شخص واحد. هل تشوهات الحياة المنوية تلعب دور كبير جدا في فشل الحقن المجهري؟ بالذات لما تكون تشوهات في رأس الحمام المنوي. تشوهات الرحم منها ست مولودة بيها ومنها نتيجة لتدخلات خاطئة. هل الأورام اللي فيها لهذه الدرجة تؤثر على الحقن المجهري؟ جميع الأورام اللي فيها يمكن استئصالها.
الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن، استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، زميل جامعة كيل للمناظر والجراحات الميكروسكوبية بألمانيا، وعضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقم. ضيفي العزيز أستاذنا الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن، منور الدكتور عادل بيه. أهلا بحضرتك، نور حضرتك. النور ده، ده نورك والله. أنت اخترت النهاردة قنوات فالوب، ويعني قلت ده أنا هعمل لها حلقة كاملة لوحدي. بالظبط بالظبط. ليه؟ لمدى أهمية قناة فالوب أو قناتي فالوب. هي حقيقة مش واخدة حظها قوي مع العلم، يعني إنها من أهم الأعضاء التناسلية عند المرأة اللي بتؤدي إلى الحمل، سواء كان حمل طبيعي أو الحقن بالوسائل الإخصاب المساعدة. فأنا شايف إن هي مش واخدة حقها قوي. كمان الأويرنس عنها وعند السيدات في حاجات كتير قوي ما يعرفهاش عن قناتي فالوب. فأنا أصريت إن احنا نتكلم في الموضوع ده ونفرد له حلقة كاملة بحيث الناس يبقى عندها الثقافة الكاملة في هذا الموضوع. قناة فالوب من المعجزات ومن الأشياء التي عندما ينظر لها الإنسان بتمعن يعني هيقول سبحان الله. هو كل حتة طبعا، بس قناة فالوب تحديدا فيها إعجاز رائع جدا. تأثيرها ودورها. الإعجاز في قناة فالوب إن هي أهم مكان في جهاز التناسل للمرأة بيتم في تكوين البيبي. يعني هي أولا بتوصل الحوالين المنوي للبويضة أو البويضة الحوالين المنوي، ويتم الإخصاب زي ما احنا هنشوف دلوقتي في الفيديو جوه قناة فالوب في الجزء الأوسط من قناة فالوب. الأمبولة اللي بتاع قناة فالوب، قناة فالوب لها أهداب. الأهداب ديت بتاخد البويضة تدخلها جوه قناة، يقابلها الحوالين المنوي اللي داخل من المهبل ثم تجويف الرحم ثم قناة فالوب، ويتم التخصيب للبويضة بالحيوان المنوي وتغذيتهم بالسائل اللي بيفرز من خلال الأهداب اللي جوه قناة فالوب. وبعد ما يتخصب ويبقى زايجوت ويبقى إمبريو ويخش الرحم بعد 5 أيام ويتكون الجنين. ويبقى دي أهم، أنا رأيي إن دي أهم خطوة في مراحل تكوين الجنين. فدي دي معجزة يعني، دي بتقوم بدور رائع يعني، أو دور رهيب. من غيرها ما ينفعش يبقى في حمل. ينفع في حالة واحدة بس في الحقن المجهري، لو هي فيها باثولوجي او مسدوده او فيها سائل او فيها صديد او فيها دم يمنع الحمل الطبيعي يعني. قناه فالوب هي قناه اذا لها شكل تشريحي، لها وظيفه فسيولوجيه. بالظبط. في امراض ممكن تاثر على الاكيد على الشكل والوظيفه، فانا عايز اتكلم على الشكل والوظيفه والامراض. اولا قناه فالوب دي هي تقريبا بالنسبه للشكل التشريحي بتاعها طولها حوالي 10 سنتي متوسط، من 10 ل 13 سنتي، وبتطلع امبريولوجي بقى او التخليق بتاعها من المولاريان داكت من الجزء الاعلى او الجزء الاعلى من المولاريان داكت، وهي طولها 10 سنتي، وهي المكان بتاع او المكان بتاع تخصيب الجنين فيه في خلال 4 مراحل يعني بمرور باربع مراحل. قناه فالوب تنقسم لاربع اجزاء، الجزء اللي طالع من الرحم على طول او الجزء اللي داخل جوه عضله الرحم، ثم الجزء الاوسط اللي هو الامبولا البارد، ثم الجزء الاخير اللي هو فيه اهداب قناه فالوب. ده بالنسبه للصفه التشريحيه. هي متبطنه بجوه بقناه او باهداب او سيليا. السيليا دي بتفرز مواد معينه بتعمل نارشمنت او بتعمل تغذيه للجنين او للجنين اللي اتخصب جوه قناه فالوب. دي بالنسبه للصفه الفسيولوجيه بتاعتها. ثانيا هي ترانسبورت او القناه اللي بتنقل الجنين من داخل التجويف بتاعها الى داخل تجويف الرحم عن طريق حركه معينه بتؤدي في الاخر بعد 5 أيام. هو ده في الصوره هنا، يتم اخصاب الجنين او يتم مرحله التخصيب في هذا المكان، ثم ينتقل الى الرحم بعد ذلك بحركه دوديه معينه بعد 5 أيام الى داخل تجويف الرحم. دي الصفه التشريحيه والصفه الفسيولوجيه. الامراض التي تصيب قنوات فالوب في حاجات بقى، التهابات مزمنه زي الالتهابات البكتيريه اللي هي الجونوكوكاي اللي هي بتعمل تيوب اوفيريان ابسس او بتعمل خراج ما بين المبيض وقناه فالوب، وده بيؤدي الى التصاقات شديده وانسداد في قناه فالوب وانتفاخ لقناه فالوب. شوف دي قناه فالوب جميله قوي من داخل. هنا دي السيليا بقى، وحتى هنا وداخله فيها داخله عشان غريبة عشان تخصب البويضه. سجاده غريبه. سجاده جميله من يعني فيديو رائع اللي احنا شايفينه ده. موكيت كانها موكيت يعني، بس ده خلقه ربنا بقى، ده حاجه عظيمه جدا. وشوف الحركه بتاعت الاهداب والحركه حركه الاهداب دي طبعا بتصورها بالميكروسكوب الالكتروني. يعني هي طبعا ضيقه جدا
ما تبانش الا دي صوره انيميشن بس تقارب اللي بيحصل فعلا في فعليا يعني. الحاجه الثانيه الامراض بقى. الامراض اللي بتصيب قناه فالوب يا اما امراض نتيجه لالتهابات مزمنه زي الالتهابات البكتيريه او الفطريات، ودي بتعمل حاجه خطيره جدا بتؤدي الى التصاقات وبتؤدي الى انسداد قنوات فالوب بيسموها تيوب اوفيريان ابسس او الخراج اللي ما بين قناه فالوب والمبيض. ودي طبعا لازم يتم التعامل معها بحرص شديد، وتشخيصها لازم يكون دقيق جدا سواء كان بالمنظار او بالاشعه بالصبغه او بالسونار رباعي الابعاد. الحاجه الثانيه انسداد قنوات فالوب نتيجه لبطانه رحم مهاجره، ممكن تعمل التصاقات شديده في الاهداب بتاع قنوات فالوب وتسد قناه فالوب وتعمل برضو انتفاخ فيها وانتفاخ دموي هنا، برضو ده هيتم التعامل معاه بعد كده بانك تفصلها او تستأصلها او يعني بالمنظار الجراحي. كمان الحمل خارج الرحم احيانا، طبعا ده موضوع تاني وموضوع كبير وعايزه حلقات كتير، بس الحمل خارج الرحم اهم مكان فيه في قناه فالوب. قناه فالوب لما يجي فيها حمل خارج الرحم لازم يتشخص بدري، وتلاقي عشان يتشخص ده لازم عايز تحليل معين بيتا اتش سي جي وكمي عدد هرمونات الحمل كميا، ويكرر بعد 48 ساعه عشان تشخص. ده فيديو رائع عن ريحه الحمام المنوي من داخل الرحم برضه يعدي من قناه فالوب عشان يخصب البويضه. طبعا يعني قد يكون الحمل خارج الرحم في قناه فالوب نفسها، في قناه فالوب نفسها دي اهم مكان. يجي بعد كده بقى في المبيض، يجي في البطن، يجي في عنق الرحم، يجي في حاجات كتير، بس اهم مكان هو قناه فالوب سواء كان اليمين او الشمال. وده طبعا بيتعالج بالمنظار الجراحي. هنا بيوريني تقريبا كده، ادي حمل خارج الرحم في قناه فالوب، في قناه فالوب نفسها. الجنين فشل في انه يصل الى تجويف الرحم نتيجه بقى للالتهابات، نتيجه ان في انسداد اهو، هنا الجنين واقف هنا اهو. شوف الحته دي بدا ده انا نفهم هنا بقى ان في حاجه غلط بدات تحصل. غالبا بقى التهابات او جراحه سابقه او التصاقات حوالين قناه فالوب، فبتقف هنا بالذات لو فيه قيصريه اتعمل بطريقه مش كويسه او عمليه اتصال ورم ليفي مش كويس بيؤدي لالتصاقات في قناه فالوب ما بتتحركش كويس، فيقف الجنين هنا. يقف ولازم تشخص بدري لانه ده بيعمل نزيف داخلي، ولازم في حد مايندد من ممكن يحصل الحمل خارج الرحم والا مش هيشخصه. عظيم. الستات اللي عندهم تاخر انجاب ممكن يسمعوا ثلاث جمل مرعبين، يتقال لهم انت عندك انتفاخ في قناه فالوب، واحده ثانيه يتقال لها لا انت عندك ضيق في قناه فالوب، واحده ثالثه يتقال لها انت ما عندكش قناه فالوب من اساسه. ايه الثلاث حاجات دول؟ العيوب او الامراض التي تصيب قناه فالوب يا اما عيوب خلقيه، يعني واحدة الست اتولدت بدون قناة فالوب، أو هايبوبليزيا أو هايبوبلاستيك، يعني في ضمور يعني مش موجودة خالص، أو في ضمور في القناة نفسها تبقى قصيرة أو يبقى ضيقة جدا، أو القناة اللي جوه اللي هي اللي بيمشي فيها الجنين مش موجودة أصلا، فده ده 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 ربنا خلقها كده، يعني مش موجودة إما فيها ضمور. انسداد في قناة فالوب، انسداد اللي عند الفيمبل الإند بتاعتها اللي هي الأهداب بتاعتها بتتسد نتيجة التهابات نتيجة عمليات كده، فبتتسد فيتجمع فيها السائل اللي بيمشي من جوه الرحم ويخرج بره، اللي بيمشي فيه الحمامات المنويه يتجمع جوه، يبقى سائل راكد يعني يعمل التهابات. هذا السائل بيبقى سام للاجنه، يعني بعد كده لما تفضل تتنفخ وبعد كده تنزل في تجويف الرحم جوه يمنع حدوث الحمل، لو حصل حمل يحصل اجهاض، ولازم هنا يبقى في تصرف جراحي بالمنظار عشان تفصلها، يا اما تقفلها وتفتحها من الطرف الاخر عشان ممكن ياثر على الست نفسيا انها تشيل قناه فالوب. هنا مثلا هنا هنشوف بقى الفيديو ده رائع جدا لقناه فالوب، شوف منتفخه قد ايه وبتتفصل ازاي. بص عامله زي الخياره التخينه كده. بص عامله ازاي، هي طالعه كويسه. احنا هنا لازم هنفصلها قبل اي اجراء لوسائل مساعده الاخصاب بالمنظار الجراحي. ايوه جاست ان احنا حاجه من اتنين، يا بنكويها بالبايبولا بالليزر او ان احنا بنحط كليبس عليها. هنا ده احسن إيه؟ ده بايبولا بنكويها ونفصلها خالص. ده كي كي بالمنظار. كده خلاص لمنك يا ستي. اجراء بسيط جدا، وده على فكره ده من ضمن التحضيرات للحقن المجهري. لازم تستبعد حاجه زي كده من التحضيرات المهمه يعني، وده اجراء بسيط خالص ما بياخدش وقت يعني. ممكن تقف لحد كده وتبعدهم عن بعض عشان ما يحصلش ريكانلايزيشن تاني او هم يلتصقوا مع بعض تاني، فلازم تبعدهم عن بعض او تفصلها تشيلها خالص.
عشان ما يبقاش لا منها ولا كفايه شرها. بالظبط زي ما بيقولوا يعني طول ما هي متصله هتبدا تنزل كل افرازاتها، تنزل كل مشاكلها على الرحم طبعا على الجنين. فالافضل ان احنا نفصلها خالص. هنا بقى الكليبس هي هي هيغلقها بس، هيقفلها بس، حط عليها كليبس كده زي ما حضرتك شايف. تيوب الكليب، تيوب الكليبنج. دي ده زي كده بس كليبس. ده يعني اجراء اسرع واسهل لو حد ما عندوش خبره قوي في المناظير يعني او كده، بيحط كليبس ويطلع بس. طيب في سؤال دايما كان يعني يسال، هل يمكن ان تصاب قناه فالوب ببطانه الرحم المهاجره؟ طبعا هي بطانه الرحم المهاجره اساسا السبب بتاعها او اهم سبب ارتداد الدوره الشهريه. جزء بينزل من المهبل وجزء بيرتد عن طريق قناه فالوب. الدم اللي بيرتد عن طريق قناه فالوب ده، ما هو ده بطانه رحم مهاجره، فبينزل منها على الحوض جوه زي ما احنا شايفين كده. هتلاقي فيه دم نازل من قناه فالوب في الفيديو ده، ده انيميشن بس ده الواقع اللي بيحصل. يعني بطانه رحم مهاجره بقى في الحوض اهو، الدوره نزلت من الرحم على تحت، وهنا برضه هيجي هنا في دم هينزل من، هيبان في الفيديو اهو شايف اهو، هنا الدم طالع من قناه فالوب بينزل بقى على الموبايل، يعمل اكياس دمويه وينزل في الحوض، يعمل بطانه رحم مهاجره ويعمل في قناتنا فالوب نفسها التصاقات شديده جدا بتؤدي بعد كده انها تبقى مسدوده تتسد تماما. كلمه التصاقات بطانه رحم مهاجره على الموبايل طبعا وصايد البطش الحمراء اللي عامله زي بالظبط كانها يعني اقول لكم ايه، هجره لجزء من البطانه من بطانه رحم. دايما الالتصاقات مرتبطه بكلمه قناه فالوب. الالتصاقات مرض مزعج، ليه الالتصاقات بتزيد في قناه فالوب؟ الالتصاقات بتزيد في قناه فالوب لان هي دائمه الحركه، فبتلزق في اي حته فيها مشكله. يعني هي على طول بتتحرك عشان في سائل ماشي فيها رايح جاي على طول، فهي الحركه الدوديه بتاعتها بتتم بصفه مستمره طول اليوم. لما يبقى في حاجه عامله لها اريتيشن، عامله لها التهاب او دم نازل حواليها، بتلزق بسهوله جدا جدا. وعشان كده التدخلات الجراحيه بالذات في امراض النساء يجب ان الدكتور او الاطباء الشبان يهتموا جدا بالانسجه، يعامل الانسجه باحترام شديد، بالذات الجهاز التناسلي عند السيدات، لانه بالذات القناه فالوب والمبيض لو حصل فيهم التصاقات هيؤدوا لمشاكل كتير جدا، اهمها انها مش هتحمل. لو واحده مثلا عملت قيصريه وقعدت بعدها تستنى تحمل، ما تحملش، ركبت لولب تشيله بعد كده 6 شهور ما فيش حمل، سنه اتنين ما فيش حمل. ليه؟ في الغالب هيكون حصل التصاقات، والالتصاقات دي مش لازم يكون دكتور، ممكن يكون نوعيه الست نفسها جسمها عنده قابليه للالتصاقات، استخدام الات الى حد ما مش حديثه قوي، كل الحاجات دي ممكن تؤدي الى التصاقات بالذات في قناه فالوب، لانه حاجه رقيقه جدا من السهل انها تلتصق في اي مكان. السؤال اللي جاي ده يعني بيخطر في بالي بشكل كبير ومهم للغايه، ومهم الاطباء كمان قوي يفهموه، انه دايما عندنا تصور انه تشخيص حالات قناه فالوب مش سهل، وانه ميس دايجنوز يعني يفقد تشخيصه، او يعني بيفوت على ناس كتير في تشخيصه، وتبص تلاقي ست عندها تاخر انجاب ولسه ما تشخصتش. فعايزين نقف قدام تشخيص قنوات فالوب. تشخيص قنوات فالوب دي من اعقد الاشياء ومن اهم الاشياء، ومع الاجهزه الحديثه دلوقتي بتقدر تشخص قناه فالوب باسهل ما يمكن. يعني كان لازم عشان تشخص زمان لازم تعمل اشعه بالصبغه لقناه فالوب، او انك تعمل منظار تشخيصي. وانا شايف حضرتك كنت بتتكلم مع زميل الفاضل اللي قبل كده ان المنظار التشخيصي ما عادش، حلمي الدسوقي استاذ دكتور محمد الدسوقي، يعني المنظار التشخيصي داخل اتفرج في العمود الفقري مش مقبول دول داخل اتفرج. لا ده انت لازم، انت عارف داخل تتفرج وتشتغل متوقع انك هتلاقي حاجه تعملها. فبقى المنظار دلوقتي كله منظار جراحي. فتشخيص قناه فالوب دلوقتي بيتم بالمنظار، بيتم باشعه بالصبغه، بالاشعه رباعيه الابعاد. هنا بالاشعه التو دي العاديه بيبان جدا السوسز، شايف اهو، شايف قناه فالوب عامله زي خيار المتنيه. ده بالتو دي بالجهاز الصناعي العادي خالص، بس طبعا متقدم يعني. ده قناه فالوب.
منتفخه جدا ومسدود اللي هي عامله زي السوسج شيب وفي نفس الوقت ملتويه زي الخرطوم وانت جيت تنيته في حته كده معايا ده بالتودي عليه لو حد عنده خبره هيقدر يجيبها كويس جدا الاسود اللي باين ده بالسونار العادي بحاجه اسمها سونو هيستوريوجرافي او بالسالاين انفيوجن سونوجرافي هيبان جدا بالتودي بالهايكوزي هيبان بالالوان هيبقى واضح جدا بالفوق دي هيبان اكتر واكتر فتشخيص قناة الفلوب بقى سهل قوي بس الناس تمشي سيستماتيك خطوه ورا خطوه بالترتيب برضو دي معلومه لشباب الاطباء انه لما ما ينطش خطوه قبل خطوه لازم يمشي خطوه بالتدريج واللي بعدها واللي بعدها وهكذا هيوصل اللي هو عايزه التشخيص الدقيق هنا اشعه بالصبغه واضح قوي في الانبوبه منتفخه قد ايه ومسدوده منين دي مش محتاجه بقى حاجه بقى باينه قوي اهي بص الانتفاخ المنظر عامل ازاي ده واضحه جدا ده يعني برضو السوسج شيب هتخش برضو هنا طبعا اجراء روتيني بالمنظار هتفصلها او تقفلها بس سمبلي وبعد كده تعمل بقى محاوله حمل طبيعي لو الانبوبه الثانيه سليمه لو ما كانش هتعمل حقن مجهري برضو الحيره في دماغ الناس عندي انبوبه فيها مرض عندي هدف اسمه الست عايزه تحمل هنا كيفية التعامل مع هذه المعضلة في ناس كتير على فكرة كل بتقعد تعمل حقن مجهري حقن مجهري حقن مجهري وما تتعاملش مع الحالة المرضية نفسها فعايز اتكلم على العلاج والتعامل مع الحالة المرضية في ظل رغبة محمومة وساعات مدفوعة بقى بزمن اللي هو ايه انا هسافر انا عندي عقد عمل مسافرين احنا جايين لك في الاجازة الحقنة الكلام ده كله بص حضرتك في نقطة مهمة جدا في قنوات فالوب احنا لازم نتكلم عنها قبل ما نخلص الحلقة وهي انه ممكن يبقى الطبيب شايف ان قناة فالوب لازم يتم التعامل معها بس وخايف يخش علشان في التصاقات شديدة مش هيقدر يوصل لها مش هيقدر يوصل لها ليه؟ في التصاقات شديدة فروزن بيلفس حوض متجمد فيقوم يقول لك يتغاضى ان يقول للست ان فيها مشكلة احنا هنعمل حقن مجهري ما هو يفشل من الاول ما انت ما عالجتش المشكلة في حاجة اسمها تريتمنت اوف ذا كوز لازم تعالج السبب الاول عشان كده بنقول ايه لازم توصل للسبب وتشخص كويس وتعالج سبب المشكله ايه وبعد كده ممكن تلاقي حملت لوحدها طبيعي مش لازم يبقى هو الحقن المجهري هو نهايه الموضوع ما حملش طبيعي اعمل حقن مجهري في التصاقات شديده وحوض متجمد ومش عارف توصل لقناه فالوب دي ممكن تقفل قناه فالوب من جوه الرحم بالمنظار الرحمي يعني برضو دي رساله انا عايز اوجهها لكل الدكاتره يعني او لكل اللي بيشتغلوا في الفيلد انت مش عارف تقفل قناه فالوب من البطن ممكن تقفلها من من بالمنظار الرحمي من جوه تجويف الرحم باجراء بسيط خالص واخد بال حضرتك فيبقى دي نقطه مهمه لازم تعمل بالنسبه لعلاج مشاكل قناه فالوب كل موضوع علاج يعني لو حمل خارج الرحم هيتم التعامل معاه بالمنظار ويا ريت لو كان التشخيص بدري بحيث ان احنا نتعامل مع الحاله قبل ما يحصل نزيف داخلي بالنسبه لل انسداد قناة فالوب وانتفاخها سواء كان بمية او بصديد او بدم لازم نخش بالمنظار ولازم يكون الجراح يكون اكسبرت وعارف انه هيقابل التصاقات ويتم التعامل معاها ازاي ويوصل لقناة فالوب يقفلها او يفصلها ولو مش عارف يقفلها عن طريق المنظار الرحمي من تحت قبل الحقن المجهري على الاقل بمدة يعني خلاص ده بالنسبة للخراج اللي بيصيب قناة فالوب او الاثنين مع بعض قناة فالوب مبيض لازم تخش بالمنظار ويعمل درينج ما يشيلش يفتح ويفضي ويكوي مكان مفضى ويحط درناه ويطلع وياخد علاج لمده 21 يوم كل ده كل الناس عارفاه يعني دي كلها خلاص ايفيدنس بيزد ميديسن هو الطب مبني على الدليل خلاص ده علاج الموضوع ده بالنسبه ل مش موجود قناه فالوب او ربنا خلقها وهي مش موجوده او فيها دموع دي هتعمل حقن مجهري من الاول فكل حاله ولها العلاج بتاعها الانديكيشن ولها العلاج بتاعها يعني التشخيص وصلنا للسبب بنعالج السبب كذا يبقى كذا انسداد يبقى حقن وهكذا المريضه جايه لك تقول لك انا عندي تاخر انجاب تقول لها هنشيل لك قناه فالوب المريضه مش بتقعد هنا بقى لازم يتم الاقناع لازم تشوف هي ولازم تعلمها ولازم تعرفها وتشاركها معاك في القرار احنا عندنا كذا كذا وده بيعمل كذا وده بيأثر على الاجنه ازاي ودي مسدوده عامله ميه ولا صديد ولا دم ولها فكري ممكن نقفلها ونشيلها ونستأصلها او نقفلها بس او ممكن نقفلها ونفتحها لو ده هيضايقك نفسيا لو انت متضايقه قوي ممكن نفتحها بس ونفضيها ونغسلها ونقفلها بعد كده كل ده
بيطرح على العيان وهو بيختار، بس انت في الاخر كطبيب لازم ترجح لها الحل الامثل ايه. انتشار مشاكل قنوات فالوب، انتشار الانفكشن العدوى، وعدم التي بي كمان يا دكتور ايمن. التي بي طبعا يعني من ضمن الحاجات رجع تاني بقى حاجه مهمه جدا، والناس تطلب تحليل بتاعها بقى مهم جدا، والاميلويد بتاع الميديتيرينيان فيفا دلوقتي بقى حاجه مهمه خالص، ان لازم ننبه شباب الاطباء في البحر الابيض المتوسط. حمى البحر الابيض المتوسط بقت موجوده كتير قوي، بتشخص كتير قوي دلوقتي، ومن ضمن الحاجات اللي بتعمل التصاقات شديده في الحوض وتعمل التصاقات في قناه فالوب يبقى حمى البحر المتوسط والتي بي من الحاجات اللي لازم الناس تاخد بالها منها دلوقتي، بالذات الشباب الجداد الاطباء اللي هم بيشتغلوا في فيلد الحقن المجهري. الاميلويد ايه؟ تحليل والتي بي. ولازم يبقوا فاهمين ان في انواع من التي بي، في تي بي صدري بلمونري تي بي، وفي انتستاينال تي بي. ده لازم افرق وافهم الفارق بينهم وطرق العدوى بتاعه الشاست تي بي والبلمونري والجي تي بي او الانتستاينال تي بي. في فرق في النوعين. ضيفي العزيز استاذنا الاستاذ دكتور عادل ابو الحسن كالعاده ابدع في توصيفه لهذه الحاله المرضيه شديده الانتشار شديده التجاهل قناه فالوب. خليكم دايما فاهمينها كويس جدا. شكرا دكتور عادل بيه. شكرا جزيلا. خليكم مع الدكتور. شكرا جزيلا. موقع دويتش فيل الالماني المعروف اختصارا بدي دبليو نشر تقرير لمعهد روبرت كوخ ان 85% من الالمان بيعانوا من الام الظهر خلال حياتهم، وان التقرير لم يفرق بين الرجال والنساء في الإصابة، فالجميع معرض للآلام. وحسب العديد من مؤسسات التأمين الصحي في أوروبا، التعرض لآلام الظهر يتسبب في العجز عن العمل لنسبة كبيرة من المصابين به. وأورد الموقع بعض الأعراض اللي سماها أعراض خفية، لأن المواطن العادي ما بيدركش بيها إنه مصاب بمشاكل الانزلاق الغضروفي، زي عدم القدرة على التحكم في البول أو البراز، وزي الألم في الذراعين أو القدمين، تأثر القدرة الجنسية، وأخيراً الشعور ببرودة في بعض مناطق الجسم. تعالوا نشوف حاجة مهمة جداً الناس بتعملها. الناس بتستهون، الناس بتطور، مش في مصر بس، العالم كله، بل في الغرب تهورات في الاستعراض والحركة خطيرة جدا، والحادثة بتحصل في ثانية، الحادثة في منتهى الخطورة، الحادثة بتأثر على الجسم كله. يا جماعة مش سهل أبدا أن أنت يعني تتخيل إنسان ماشي مثلا حاجة زي كده. الإصابات دي في منتهى الخطورة، سواء في العنق، بص الجسم، بص الجسم، الجسم البشري ضعيف على فكره قوي. بص لما تخبط، بص الويبلاش دي، ولا يعني الحركه بتاعه الرقبه المفاجاه دي بتدمر غضاريف. ايوه اللي هي المفاجاه دي، شوف بص فجاه حصل انزلاق غضروف، مجرد ما انت اتخبطت كده، حد دخل في العربيه من ورا خبطها لك دي، رحت انت تنزل عندك انزلاق غضروفي. تريد الخطه بسيطه يا عم. ايوه بس الجسم البشري مش قوي. مجرد ما انت شلت، وانت بتشيل ودي بيحصل ستات كتير قوي، بتشيلي حضرتك كرسي من مكان تنقلي مكان تاني كده، كرسي استعفيتي حضرتك ورحت شايله الكرسي، وانت بتتحركي كده سمعتي طقه، الطقه دي مش رجل الكرسي، دي ظهر حضرتك. حضرتك عايز تعمل فورمه، ضربت في حته عايز تعجب ناس معينه، الساحل عايز تروح وتبين، رحت مع الكابتن والكابتن عمال يقول لك عاش يا وحش، وانت صدقت ان انت وحش، وشيل يا وحش واجمد على نفسك يا وحش، وتشيل التقيله الحديد ايش كام هنا كيلو وايش كام هنا، وتسمع طقه، دي طقه خطره جدا، انزلاق غضروفي حاد، وياما ناس حصل لها مشاكل عنيفه جدا. إذن خلينا بس نرجع لجملة، الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف فعلا. يعني الأستاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه العبقري الجميل اللي قالها في فيلم إبراهيم الأبيض، إنسان ضعيف، لا ده بقى خدها ده بجد، الإنسان ضعيف، والغضروف أسهل حاجة تحصل. وبص الغلطة يعقبها الندم، والغلطة لحظة، والندم سنين يا عم، أنا عمال أقول كلام بالسينما هو،
ما تنسوش ان الندم ممكن يبقى سنين. بس في تقدمات مذهله في التعامل مع مشاكل الغضاريف اصبحت تجعل العمليات الخاصه بالتداخلات في كثير من الحالات اشبه باعجاز علمي رائع جدا. المينيمال انفيزيف تكنيك، التدخلات المحدوده. النهارده هننظر الى هذا العالم الساحر بتكنولوجيته الرائعه بالتقدم المذهل اللي فيه من سكوب شديد الدقه وشديد التفاصيل مع واحد من نجوم هذا المجال اللي بيبهرني دايما بحواره الممتع الذي يجمع بين العلم الكثيف والبساطه في التوصيف اللي بتوصل لكل العقول. القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير الاستاذ الدكتور هشام العزازي، استاذ علاج الالم التداخلي والعمود الفقري، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس. استاذنا اهلا بيك يا دكتور هشام. اهلا وسهلا، منورنا. الله يخليك. قبل ما ابدا بالغضروف اللي هو عنوان الحلقه النهارده ونجم الشباك كالعاده، يعني لانه الغلطه لحظه والندم سنين، صح؟ اه طبعا. والعيان لما يعني يجي له مشكله زي الغضروف دي لازم يدور على حل يعني. وساعات بنقول الالم نعمه مش نقمه، لان هو لما اتوجع ده الارم، جرز، روح دور على حل وشوف اتوجعت ليه. في ناس تطنش تقول لك لا مش هيحصل حاجه، انا كده هبقى كويس وخايف شويه برد، شويه برد، عضلات يعني، وهكذا. دور وروح شوف السبب ايه، وما تسكتش على حاجه، وبالذات الحاجه اللي هتطول معاك شويه، يعني مش يوم يومين، قاعده فتره، لا ادور ايه السبب. فده حقيقه. الغضروف ناس كتير على فكره ما تفهموش ايه هو الغضروف. الغضروف هي ماده جيلاتينيه ليها كبسول او غلاف خارجي وليها قلب طري جدا، وصفته انه يمتص الصدمات بس ويخلينا مرنين في الحركه، ونتحرك يمين وشمال، لما نمشي على الارض ما يحصلناش مشاكل في العمود الفقري ولا الاعصاب. مع السن بينشف، يبتدي يخرج من مكانه، يبتدي يدوس على العصب، ده الاصفر اللي قدامنا ده هو ده العصب اللي نازل على رجلينا او ظهرنا، ده اللي نازل على رجلينا. الغضروف اللي دايس عليه يسبب الم. فالناس بقى تفسيراتهم يقول انا جالي عرق نسا، انا جالي ديسك، انا جالي غضروف، هو كلها نفس المرض، هو نفس المشكله. فالغضروف الطبيعي ان احنا كلنا عندنا غضاريف بس سليمه، لما تحصل فيها مشكله او يحصل لها بروز في القناه العصبيه وتضايق القناه العصبيه يبقى هو ده، او ده المشكله بقى، دي ده المرض بقى اللي لازم يتعالج. ماذا يحدث في الغضروف؟ يعني الغضروف نسمع انزلاق، نسمع انفجار، نسمع حاجات الفاظ مرتبطه بيه. لو يعني السبب الاساسي الحركات الخاطئه، ان حد يرفع حمل بدل ما كان يوطي بطريقه معينه ويرفع الحمل ده، لا وطى بطريقه غلط. يعني حضرتك لما تروح تشوف كمال اللي هم بيشيلوا اثقال في الاولمبيات ولا في الدورات الرياضيه، ليهم طريقه لازم ينزل على ركبه، تاني ركبه، ويطلع ظهره مفرود ولابس حزام عريض عشان يصبرت او يسند ظهره. لكن تيجي مثلا في جيم تلاقي بيشيلوا الاثقال، ابني ظهرك هيبوظ، عامل بيشيل برضه شكاره ولا بيشيل حاجه شغلته كده. حد قاعد في الانتريه تلاقيه قاعد متزحلق على الانتريه وفرت رجله قاعد يتفرج على التلفزيون، الموبايل ماسكته نازل راسه مدلدله كده، حركات غلط مع ظهر. قاعد في الكافيهات قاعد الكافيهات دي خطيره جدا. لو قاعد تاني نفسه وكده، لو مش قاعد قاعده قاعده مظبوطه يبتدي يعني. فست البيت اللي بتشيل الانبوبه، ده ازازه الميه، قاروره الميه اللي بتترفع فوق دي، دي تقيله، دي 18 لتر يعني 18 كيلو. فدلوقتي ابتدوا يعملوا ايه، قارورات ديسبنسر ميه تحطها من تحت عشان ما تبقاش ترفع، يعني هترفع 18 كيلو كل يومين ثلاثه، ده عاوزه واحد رياضي. تلاقي بقى يعني ست بيت عاديه خالص وتقول لي انا برفعها كل يوم، طب مش عاوزه تتعبي، ما بترفعها غلط، وملهاش ايد كمان ازازه، يعني حاجات بقى ورا بعضها كده، دي حاجه تقيله جدا. يعني انا عمري ما احب اشرب من الحاجات دي. لا هو دلوقتي في اجهزه، انا نفس الديسبنسر حطها من تحت عشان هم عارفين ان ده بيسبب الم الغضروف. ما تجيبوا ازاز ماء صغيره وخلاص. لا ممكن طبعا طبعا اسهل. اعراض الغضروف العنقي واعراض الغضروف القطني. نبدا بالعنق. بالعنق العيان بيجي يشتكي من الم في الرقبه، ينزل على الكتاف من ورا،
وينزل على ايده. يعني شايف الصوره دي، الحته الخضراء اللي في الصوره دي، ده مكان الاعصاب اللي نازله على الايد والعين. يقول لك بقى انا بحس بتنميل، احس بسقعيه، احس ان صبعي بتورم، احس بكهرباء تنزل من فوق لتحت. ده معناه ان الغضروف داس على العصب، لازم يتعالج. لازم، انا عرفت السبب، لازم اعالجه بنفس الطريقه. فيقول لك انا بحس ايديا تلج. ممكن بقى في الحته الاصعب شويه ايده يحصل لها شلل، ممكن مشيته تختلف. يقول لك انا بمشي بترنح وانا ماشي من كتر ما الغضروف كبر وابتدى يدوس على الحبل الشوكي كمان. كل دي اعراض للغضروف العنقي، فطبعا ده اعراض مهمه. القطني بيصيب المنطقه اللي تحت، فهتبص برده على الصوره دي، المنطقه اللي هي رجل العيان ده بقى مكان عرق الناس، الحته الحمراء دي، اه علامة الحمراء. اه ده يعني وصف تفصيلي للعيان، يقول لك هو ده الوجع اللي بيجي لي انا عندي ده، لان الغضروف القطني دايس على الاعصاب اللي عامله الضفيره العصبيه اللي نازله على رجله، او المنطقه اللي فوقيها الظهر. يقول لك انا ظهري يمين وشمال، منطقه الحزام بتوجعني. الستات تيجي تقول لي انا بحس ان ظهري مفصول نصين، ده جمله الاول وانا قبل ما مقسومه من ظهر، مقسومه بتقول لي انا ظهري، ولا ازاي ظهرك مقسوم نصين؟ بعد شويه فعلا هو احساس بيجي لهم ان ظهرها مقسوم نصين، وتقول لاهلها، يقول لها ما فيش حاجه اسمها كده، لا هي فعلا حاسه بكده. وكمان لو الغضروف ده زياده يبتدي العيان يجي له متحكمش في البول، متحكمش في البراز، زاد بقى زياده قوي يبقى في سقوط في القدم، ويبتدي يجر رجليه، العصب الحركي نفسه، الحركه بقى، لان ده شكل عرق النسا وهو نازل على الرجل والغضروف دايس عليه، والعين بيجي يشتكي. الوصف اللي انت حضرتك شايفه ده تمام، صاروخ في الرجل، صاروخ، كهرباء، تنميل، كرامبات، سيخ حديد مرشوف، كل الحركات اللي بتعملها الاحساس العين ممكن يشتكي بيها بتنوعها بقى، يعني سقعيه بتاع كده. العين بيجي نلجأ الى التشخيص، ايه ادوات التشخيص بالنسبه زي اي مرض في الدنيا؟ نمره واحد الفحص كلينيكي، ناخد هيستوري من العيان وتاريخ مرضي، وصف الالم فين، وابقى دقيق جدا في وصف الالم. يعني في ناس تاخد التاريخ المرضي ده بسهوله، انا بقعد مع العيان شويه كتار، اقول له، يقول لي معلش يا دكتور اديني وقت، اقول له خد وقتك من اول ما ابتدى المرض احكي لي. وصف المرض مهم جدا، الالم فين ووصفه ودرجته وبيجي ازاي وروح امتى، ده حته مهمه قوي. نمرة اتنين الاختبارات اللي ممكن تتعمل، تقدر تتني ظهره بطريقة معينة، ترفع رجله بطريقة معينة، تقدر تشخص. بعد كده بقى رسم العصب، أنا ممكن أعمل رسم عصب وأعرف العصب متأثر فين، في جدره من فوق، ولا متأثر مثلا من عند الساق، من عند الركبة، ولا في الإيد متأثر من عند الرزغ، تقدر تفصل. وبعد كده بقى الرنين، ادي صوره رنين واضحه. ميزه الرنين انه بيبين الخلايا والتيشو او كل التفاصيل بدقه، يعني الغضاريف اللي فوق هي لونها ابيض، قلبها ابيض، دي غضاريف سليمه تماما. تنزل الغضروف ما بين الفقره الخامسه والاولى العجوزيه، الاسود ده خارج من مكانه ولونه اسود. الرنين هنا بقى دور رائع، دور فظيع، ان يقدر يبين ايه اللي حصل بالظبط. فده من الحاجات القيمه جدا ان احنا نلجا ليها. تقدم علاج مثل هذه المشكلات تقدم كبير، ولذلك سؤالي عن الاحدث، احدث الطرق دلوقتي. يعني طبعا التقليدي ان انت تعمل جراحه او علاج طبيعي او في بعض الحالات، في بعض الحالات، ولكن الجراحه ليها مشاكلها. العيان بيخاف، اعمل جراحه، احط مشط في ظهري، ان انا سمعت فلان عملها واتشل، سمعت فلان عملها والالم رجع له ازيد. وفعلا هي عمليه مش سهله، العيان بعدها بيقعد ثلاث اربع شهرين، ثلاثة اربع، قاعد راقد في السرير ولابس حزام، او في لو قالوا له في رقبه يبقى لابس رقبه. دلوقتي طب انا مشكله الغضروف دايس على العصب، طب ما انا في احدث بقى حاجه طالعه، ان انا ممكن اوصل لقلب الغضروف بجهاز التبخير، وده نوع من انواع أجهزة تردد حراري، أقدر أوصل بإبرة تحت أجهزة، ده الجهاز أهو، ده جهاز تبخير الغضروف، نقدر نوصل بإبرة رفيعة جدا ونوصل جوه قلب الغضروف بدون ما نشيل الغضروف، بدون ما نشيل الغلاف الخارجي اللي هو الباين بنفسجي ده، أنا بشتغل على النواة بتاعة الغضروف. ده يحافظ على الاستابيليتي، الثبات بتاع الظهر، ما يحتاجش يركب مسامير. الصورة دي مبينها، هذه السلاح داخل جوه قلب الغضروف العنقي، العين صاحي واخد بنج موضعي، ما فيش جرح في رقبته،
لان العمليات دي بتتم بابر بدون جراحه بدون مشرط. العيان صاحي بيقعد يسمع معايا اغاني في العمليه ونقعد نتكلم، ودي مثلا شكل العمليه والصور بتاعتها، ونقعد يعني فعلا ده غضروف عنقي، بندخل الابره اهي والراجل بيكلمنا. والاهم بقى كمان بعد ما العمليه بتخلص نص ساعه بقول له يلا قوم روح البيت، واليوم التالي يسوق عربيه يمشي على رجله، لا ده ممكن يسافر بلدهم لو كان من بلد بعيده. تقدم تقدم رهيب رهيب رهيب. ودي مش تجارب، الناس تقول لي بس انت هتجربوا فينا دي حاجات جديده، لا ده حاجات بقى لها مثلا من 10 ل 15 سنه موجوده في العالم كله. وابتدى المينيمال انفيزيف تكنيك او اللي هو التدخلات محدوده التدخل متقدمه يعني في العالم كله. وبقى كمان المنظمات العالميه موافقه عليه، مش احنا مش بنقول هنجرب في العيان، لا ده بتدرس في الجامعات وبندي عليها ماجستير ودكتوراه وبنمتحن الطلبه عليها، حاجات بقت رسمي خلاص يعني ونتائجها واضحه زي الشمس. والعيان بقى هو المستفيد الاول ان مفيش جراحه حصلت له، شال المشكله، شال الغضروف اللي ضغط على العصب، وعالج العصب بالتردد الحراري اللي هو الجهاز الثاني اللي يقدر يعالج العصب، ووسعنا له القناه العصبيه اللي فيها مشكله بدون جراحه. اللي يشوف ظهره ده جهاز تردد حراري اهو، العيان يبقى قاعد يقول لك انا مش متخيل ان انا عملت عمليه. وطبعا هو ده التقدم، هو ده التكنولوجي، هو ده اللي المفروض الناس تسعى للجديد في كل حاجه. ده ابره التردد الحراري على جدر العصب اللي لونه اصفر ده لان الغضروف كان دايس عليه، تلاقي العصب يهدى والألم يخف والعيان يقول أنا بقيت كويس جدا ومحتاجتش جراحة. ابتدت حتى كتير من الجراحين يقول لك طب أنا أعمل جراحة ليه؟ وفي حالات لا تستدعي جراحة، ما جايبة نتيجة فيها ألم شديد لكن لا تستدعي جراحة. وبعدين بنقول يعني كلمة إن علاج الألم هو حق من حقوق الإنسان طبعا. يعني لا ينبغي ان يترك مريض متألم. ده منظمات حقوق الانسان يعني اليونيسيف حاطه ان لازم الالم هو نمره واحد من حق حقوق الانسان، ما ينفعش بني ادم يتألم. لا ينبغي ان يتألم فاشل. لازم يتعالج. الناس بتخاف من العلاج لان العلاج صعب، جراحه دلوقتي بقى سهل. بقت ما فيش جراحه. انا ادخل ابره والعين بقى كويس ويعني ويخرج تاني يوم، ممكن اروح شغلي بعد يومين، اروح شغلك بعد يومين. طب ممكن اقف في المطبخ؟ واحده ست تقول لي يعني ممكن اعمل اكل تاني يوم؟ لا اقف في المطبخ، اخش الحمام ازاي؟ عادي امشي على رجلك. لا طبعا التقدم. التقدم دوت له شرط مهم، اولا توافر الاكويبمنت والتدريب، التريننج بتاعها بياخد وقت، ده رقم واحد. رقم اتنين تحرك المريض في الوقت المناسب حتى يستفيد اقصى استفاده. ممكن يتحرك في التوقيتات المتاخره شويه ويستفيد، لكن كل ما يتحرك مبكر هيستفيد بشكل اكبر. طبعا يعني حضرتك بتقول فعلا هي محتاجه تدريب ونعلمها، بنسميها كيرف اوف ليرنينج او كيرف منحنى التعلم، ان المريض لما يروح للدكتور الدكتور بقى لازم يكون متمكن، لان انا يهمني النتيجه. انا ممكن اعمل شات ابره في ظهر العيان والعيان يقول لي انا زي ما انا يا دكتور انا ما استفدتش. هنا الابره محطوطه فين؟ الابره داخله تروح فين عند العيان وتوصل للمكان او التارجت او الهدف بتاعها ازاي بدون اي مشاكل للعيان. هو ده قمه التعليم والهدف النهائي ان يستفيد. ابو العريف لازم يدلي بدلو. طب ابو العريف بتاعنا على فكره مهذب جدا يعني. ابو العريف بتاعنا، بس هنشوف النهارده درجه الفتي بتاعته واصله لانهي درجه بمقياس التهذيب. نسمع ابو العريف. يا باشا، عم سيد اخو عم راضي ابو حماده وزكريا عنده غضروف، ظهره ورقبته تعبانين بقالهم فتره ومش نافع معاه علاج. بيقول لي شكلي داخل عمليه ولا ايه وهو خايف كده. قلت له ما تروح الرمله يا عم سيد، ده الأجانب بيجوا عندنا يروحوا سيوة يعملوا تغذية علاجية. قال لي قصدك سياحة علاجية؟ قلت له المهم بيجوا يا عم سيد. قال لي ومين فاضي يسيب بيته وأشغاله ويروح يدفن في الرملة في سيوة؟ قلت له طب ما تجيب شوية رمل وتسخنهم وتحطهم في ملاية ولا حاجة وتحطها على ظهرك لحد ما تبرد.
كأنك رحت الرملة وكأنك عملت تردد حراري، الرملة وحراري. شغل مخك يا عم السيد. احنا بنتكلم عن حالة جراحية، حالة فيها مشكلة في التشريح. الرملة لو اتدفق هتعمل ايه؟ بالأمان يعني بالعقل كده ممكن اللي عندهم التهاب مفصلي مش عارف ايه يتحط ويخف الالم شويه، لكن الانزلاق ظروفه. انا شفت ناس محروقه في حكايه والله، ومش رمله بس، يحرقوا الجلد وبالسخونه. طب ما انت حرقت الجلد بيجيبوا بشعه كده وبعدين تلاقي هو العين ممكن يقول لك انا خفيت. طب لمده قد ايه؟ لان هو المخ اعتقد ان مثلا الرقبه اللي فيها الوجع فاحنا حرقنا الجلد، المخ بيضحك عليه الجلد وجعه، بعدين الجلد دي يخف فالوجعين يخفوا مع بعض شويه، بعدين الاساس يرجع تاني اللي هو الالم الاساسي. الغضروف موجود زي ما هو، والعصب متداس عليه زي ما هو، وايديه مش قادر يحركها زي ما هي، حاجه ميكانيكا، عصب متداس عليه بغضروف. انا لازم احل ده من ده واريح العصب اللي هتشيله بجراحه اوكي، هتشيله بالطرق الحديثه بالتبخير الغضروف اوكي، ريح العصب، عالج العصب، لكن هنقعد نعمل حجامه ونقعد نعمل تشريط، وبعدين يلاقوا بقى دم اسود يقولوا بقى ده الدم الفاسد ده اللي فيه الالم بقى اللي هيطلع، وكلام مش معقول يعني كلام. وللاسف تلاقي دكاتره شخاي بقى يعمل حجامه، ومهندس يجي لي يعمل حجامه. طب كويس استفاد، يقول لي استفدت شويه بس الالم رجع تاني. ما هو شرط لك جلدك وجع الجلد، وبعدين الدايره دي دارت والالم ابتدى يرجع مره ثانيه. عامل حركه مهمه جدا في عالم الاحساس اسمها دايفرجنت سنسيشن، اللي انا حيرت الالم واجهدت العصب في لحظه التشريط، عصب النقل للالم نفسه اجهد في لحظه يوم او يومين ويرجع الالم. ومهندس جالي عنده سقوط في الاتم كامل، لان حد جاهل، ده انت مهندس تروح لواحد ما عرفش يكتب، قطع شرط له رجله في مكان العصب فقطع العصب. يا خبر ابيض. طب انت ما هو رجلك سقطت، ويقول لي تعالجني. اقول لا العصب العصب قطع، العصب اتقطع، هنعالجه ازاي بقى؟ فيعني غلطات قاتله. لا دلوقتي لازم نتجه للطب الحديث، مينيمال انفيزيف اللي هو الجراحات التداخليه المحدوده بدون جراحه. خايف من جراحه؟ لا. خايف من التخدير الكلي؟ العمليات دي بتتعمل ببنج موضعي ومهدئ، العمليات دي ما فيهاش جرح، ما فيهاش غرز جراحيه، ما فيهاش غير على جرح، بعديها المريض بيمشي على طول، طول العمليه صاحي بنتكلم، ما فيهاش الم في العمليه، بياخد بنج زي دكتور السنان كده ما يشتغل في السنان، احنا بنشتغل في الظهر او الرقبه. العيان بعد العمليه بساعه بيقوم يمشي على رجله ويروح البيت، ويقف يعني يقول لك انا مش هبات في المستشفى. اقول له لا، ما عنديش عيان بيبات في المستشفى. عملنا العمليه نص ساعه تروح البيت. طب وانا في البيت اعمل ايه؟ افضل راقد على السرير؟ لا، اتحرك وانزل وامشي وسوق عربيتك وركب مواصلات لو بتركب مواصلات، وروق عادي خالص. هو ده التقدم، هو ده اللي بيخلي الموضوع بقى اسهل. نورتنا وكالعاده دخلتنا الى العالم الرحب، العالم الممتع للتقدم التكنولوجي المصاحب بحلول. انا بعتقد انه ذا موست ريسنت، وانه العالم كله في فروع الطب المختلفه بيميل الى المينيمال انفيزيف. طبعا في المناظير، في عالم النساء والتوليد، في الاصابات الموجوده سواء في الغضروف او في مشاكل الاعصاب، في المينيمال انفيزيف لعلاج الالم، في المينيمال انفيزيف تكنيكس في التداخلات الخاصه بامراض العيون، بامراض الشبكيه والقلب طبعا، حتى جراحات القلب دلوقتي بيغيروا سمات من خلال القسطره. نورتنا وكالعاده ابهرتنا. الله يخليك. القيمه العلميه الكبيره وسوبر ستار عالم علاج الالم الاستاذ الدكتور هشام العزازي، استاذ علاج الالم التداخلي والعمود الفقري بكليه الطب جامعه عين شمس. نور الدكتور، خليكم دايما معانا. نورت يا دكتور هشام. الله يخليك. شكرا. مع الدكتور.